طيب اوكي كده الحمد لله مفيش صوت. ايه تمام كده؟ متاكد ان كده تمام كده تمام. ممكن بس نبدا يا جماعه عشان الموضوع هيبقى طويل شويه، وبعد اليوم العظيم اللي انتوا بداتوه من الصبح انا عارفه ان انتوا فولي ساتوريتد مش كده؟ طيب اوكي طيب ال سي ام ار تريسنج هيبتدي بس جزء بيزك الاول، هو يمكن يكون طويل شويه وغلس بس ده عشان يبتدي يفهمنا الفيوز او الايمجز بتاعت السي ام ار، لانه غالبا احنا بنشوف السي ام ار بنبقى حاسين ان احنا يعني مندهشين شويه هو ايه اللي حصل. وانا بس بشكر مش عارفه نيكست بالنسبه لنا اوكي هنا الناحيه الثانيه الشمال خليني شمال خلاص اظن كمان من اسهم ممكن كده ممكن من اسهم كمان اوكي خلاص. انا بس في ناس ساعدتني في السلايدز دي فانا بحب اشكرها، الدكتوره ساره محرم واحده من الناس ممكن تكونوا سمعتوا اسمها قبل كده الايمننت جدا في الام ار اي، دكتور محمد مندور. محمد مندور ده مدرس في الازهر وليه برضه تخصص في السي ام ار، هو ساعدني بيها. وفي بوكيت جايد للسي ام ار موجود على النت اسمه كارديو فاسكولار سي ام ار بوكيت فيرجن 3 هتلاقوها موجوده، انا واخده منها معظم الساينتفك سبستنس اللي موجوده، وهتلاقوا فيها موديولز وهتلاقوا فيها اناتومي وحاجات جميله جدا جدا، ادخلوا عليها. وفي كمان ايفون اب ابلكيشنز ليها ممكن تنزلوها وتشوفوها، الحقيقه رائع جدا للي عايز يشوف السي ام ار، طبعا اللي عنده وقت شويه لان هو الموضوع طويل في الشرح بتاعه. ايه هو الكارديك ام ار اي؟ الكارديك ام ار اي ده عباره عن نون انفيزيف ايمج، بنشوف الكارديك فانكشن الباثولوجي الاستراكشر طبعا اهميته والبرايورتي بتاعته، مفيش انايزنج راديشنز، ما عندناش الماتيريال اللي احنا من انجكشن بيها هو الجادولينيا، مش زي بقيه الكونتراست الثانيه اللي هي بيكون ايونيتد كونتراست بالكومبليكيشن ممكن تحصل معاه. عندنا فيلي مين انديكيشنز في الكرونري ارتر ديزيز، في الانفيلتريف كارديومايوباثي علشان اعمل ديكشنز الفنتريكولر اريثميا سبيشالي لما بشوف الاريثموجينيك كارديومايوباثي اذا كان في سكار او فايبروزس، دي بتبقى اريثموجينيك كارديومايوباثيز ممكن سسبكت من خلالها ان البيشنت ده يحتاج يعمل امبلانتيشنز لبعض الديفايسز، كذلك عشان نشخص بعض الحاجات زي المايوكارديتس كونجنتال هارت ديزيز اللي ايمننت رول طبعا فيه يعني ستاندرد للدايجنوزس للكونجنتال هارت ديزيز سواء من حيث الاستراكشر الفانكشنز الشانت كوانتيفيكيشنز، وكذلك اثناء الفول اب البيشنت بوست ريبير بنقدر نعمل لهم سي ام ار. الاورتيك ديزيز سواء الاورتيك دايسكشن كاركتيشنز اند سو اون، البريكارديال الماسز وطبعا ده مهم جدا سبيشال ما بقدر اشخص اذا كانت دي مالجنت ماسز ولا بنعين ماسز تكون موجوده فيها، وزي ما قلنا بعض البري بروسيجرز. كونترا انديكيشنز احنا عندنا ميني كونترا انديكيشنز ليها، اي حاجه تنترفير مع الكترومغنتيك فيلدز هتبقى كونترا انديكيشن ادخله، عشان كده هم قسموا الديفايس اللي هتكون عند البيشنت اللي بركبهم قبل ما يدخل السي ام ار، حاجات تبقى سيف ان سيف وحاجه اسمها كونديشنال، لازم نبقى عارفين كويس جدا هو البيشنت اللي بركب ديفايس ده يقدر يدخل يعمل ام ار اي ستادي دي ولا لا. في عندنا سايت على النت اسمه ال mristability.com، لو في اي حاجه كويشنبل او احنا مش متاكدين منها وفيها ديبي ندخل على السايت ده ونقدر نشوف الديفايس اذا كان نقدر يكون سيف مع الام ار اي ولا لا. تمام، انا جبت الصوره دي ليه؟ ايه شواطئ الشبه ما بين الام ار اي وبحط البجعه اللي انتوا شايفينها دي؟ اكيد في وجه شبه، احنا مش فاهمين حاجه برد البجعه بالباليه الباقي اللي احنا كلنا مش فاهمين فيه اي حاجه، فالام ار اي ده لا هو مش ده وجه الشبه الوحيد. وجه الشبه ما بينهم انه الام ار اي ده بيعتمد على حاجه اسمها البروتونز، البروتونز الموجوده في النيوكليوس للهيدروجين اتومز زي ما احنا شايفينها كده. الام ار اي بيعمل ايمجنج للبروتونز دي، هو هيصور البروتونز دي بس بعد ما بعمل موديفيكيشنز للفيلد بتاعه. البروتونز هي عباره او الهيدروجين اتومز الموجوده عندنا بتتكون من 1 نيوكليوس و1 بروتون، فالسمبلست نيوكليوس موجود عندنا. تاني حاجه معظم جسمنا بيتكون من ووتر وبالتالي في اباندنت من الهيدروجين اتومز موجوده فيها. كل البروتونز من دول بتعمل حاجه اسمها سبيننج اراوند، عماله بتلف حوالين نفسها او حوالين الاوربت بتاعها، تمام؟ فبتعمل واتس كولد ماجنتيك اكسس، تخلق حوالين نفسها ماجنتيك فيلد، تمام؟ اما نيجي نحط البادي اوف ذا بيشنت او اي حد مننا يتحط في الكترو ماجنتيك فيلدز، كل الاتومز دي هتبتدي يحصل لها حاجه اسمها لونجيتيونال ماجنتيزيشن، كلها تبقى الايند كلها تترص مع بعضها ان وان دايركشن.
الدايركشن ده قد يكون مع الالكتروماجنتيك فيلد او قد يكون عكسه، فبنسميه بارالل او انتي بارالل للماجنتيك فيلد اللي احنا حاطين البيشنت فيه. ده بالظبط الفكره بتاعه الام ار اي اللي اتاخدت منها، ان احنا هنحط البيشنت بتاعنا المليان بالهيدروجين اتومز وعماله تعمل سيركيليشنز اول اراوند ان ديفرنت دايركشنز، ابتدي اعرضه للالكتروماجنتيك فيلز، يبتدي كل الهيدروجين اتومز الموجوده عنده، طبعا دي اكوردنج للسايت اوف انترست، انا بحط فين، انا بعمل ام ار اي على البرين على الهارت على الابدومين اند سو، هتبتدي كل الهيدروجين اتومز بتاعتي دي يحصل لها وات كول لينكجيتال ماجنتايزيشنز، يعني كلها يحصل لها بيرسيشنز، كلها يحصل لها سينكرونس سبيننج، تقف كلها ان وان دايركشن، ده اللي بنسميه لينكجيتال ماجنتايزيشن، دي اول فيز. بعد كده نعرض البيشنت ده لوات كول راديو فريكوانسي سورس، احنا ما بنستعملش في الام ار اي اي حاجه ثانيه غير راديو فريكوانسي بس، فيبتدي يحصل ديستربشن للالكتروماجنتيك فيلدز اللي كان موجود قبل كده اللي احنا وقفنا عليه الهيدروجين اتومز، يبتدي يحصل ديستربشن. الديستربشن ده وانس ان انا بوقف الراديو فريكوانسي كارنت، لو انا عملت اوف للراديو فريكوانسي هيبتدي يحصل حاجتين، ايه هما؟ اولا ان الاتومز دي ترجع للبوزيشن اللي هي كانت موجوده فيه اللي هو اللونجيتودينال ماجنتايزيشن، واثناء ما انا كنت بديها راديو فريكوانسي ات اكسبت انرجي، خدت انرجي، يبتدي تعمل حاجه اسمها ديكاي، تفقد الانرجي اكسبتد من الراديو فريكوانسي. اوكي، التو بارامترز اللي هما انها ترجع للونجيتودينال ماجنتايزيشن بنسميه تي 1 ريلاكسيشن تايم، وده اللي هنسموه تي 1 ويتد وتي 2 ويتد، والكلام اللي احنا هنتكلم عنه، فده بيعتمد على التو تايمز دول. ان وانس ان انا بعمل اوف للراديو فريكوانسي تبتدي الاتومز دي ترجع للونجيتودينال ماجنتايزيشن، يبقى اسمه تي 1 تايم، ان انا هرجع للانيشال ستيت اللي انا كنت موجوده فيها، وانا اثناء ما كنت اديتها راديو فريكوانسي هي عملت زي ما احنا قلنا حصل ديستربشن للالكتروماجنتيك فيلد بتاعها، فعملت حاجه اسمها ترانسفيرس ماجنتايزيشن، تبتدي انها ترجع او تلوز الترانسفيرس ماجنتايزيشن تاني، ده الوقت التاني اللي احنا بنحسبه اللي اسمه تي 2 ريلاكسيشن تايم. يبقى نتيجه وجودها في الالكتروماجنتيك فيلد عملت لونجيتودينال ماجنتايزيشن، اللونجيتودينال ماجنتايزيشن ده انا لخبطته تاني لما عرضته للراديو فريكوانسي، انها ترجع للانيشال اسمه تي 1 تايم، انها تلوز الترانسفيرس ماجنتايزيشن اللي خدته من الراديو فريكوانسي اسمه تي 2 ريلاكسيشن تايم. اوكي، طيب الدي تو تايم ده مختلف على اكوردنج لايه؟ اكوردنج لتايب اوف تيشوز اللي متعرض لها، هل هو متعرض لفلويد، متعرض لسوليد، متعرض لفات اند سو اون، فكل واحد منهم ليه اتس اون تي تو تايم. كل حاجه مننا لما هتفقد او جزء مننا لما هيكتسب انرجي هيلوز الانرجي بطريقه مختلفه وبوقت مختلف، فده اللي احنا بنعتمد عليه. عشان كده انا هرجع اقول لكم مره ثانيه انا ليه شبهته بالباليه. الباليه دول زي الناس اللي ايه الاتومز دي هي عباره عن الدانسرز الموجودين على الثياتر، اول ما بشغل الموسيقى كلهم بيصطفوا كلهم مع بعض، ابتدي الخبطهم بموسيقى تانية يروحوا يدوني انذر شيء، اوقف الموسيقى كل الاتومز اللي موجوده دي تبتدي هي كمان ترجع نيشال ستيت اللي كانت موجوده فيها. من التغييرات اللي موجوده دي انا ابتدي اعمل اندكشن لايمج انا اقدر اشوفه بالام ار اي، عندنا كويلز تتحط على العيان اسمها جريدينت كويلز، تبتدي تريسيف الايمج الموجود ده واقدر اشوف بيه والدلينيشن لكل تيشو شكلها عامل ازاي، اقدر افرق البلاد من الفات من الماسلز اند سو اون. فدي ده اهميه الام ار اي ايمجينج، هو دي ازاي جت الفكره بتاعته. اوكي، عندنا حاجه تانية، حاجه اسمها ريبيتيشن تايم وايكو تايم. انا عارفه ان الموضوع طويل شويه بس واحنا بنتكلم ممكن يفهمنا واحنا بنشرح الايمج هو ليه شكلها عامل كده. الريبيتيشن تايم معناها ايه؟ ان انا بدي ريدج فريكوانسي وبعدين بدي انذر ريدج فريكوانسي، الوقت ما بينهم قد ايه؟ الايكو تايم ده معناه ان انا بدي اللي هو الريديو فريكوانسي وبستنى لحد ما بتوصل للبيك سيجنالز، لحد ما التيشو تاخد الريديو فريكوانسي وتبتدي تعمل حاجه اسمها بيك سيجنال ايمجينج، فهعمل ريسيفنج ليها دي حاجه اسمها ريسيفد كويل، الريسيفد كويل دي اللي هتديني الايمج اللي بترسم في الاخر. اوكي، عندنا تو تايبس دايما بتسمعوا في الام ار اي، حاجه اسمها بلاك بلاد وايت بلاد، دايما سيكونسز، السيكونس دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الريديو فريكوانسي بالس اللي انا اديتها دي دي فريكوانسي وقت بينهم قد ايه، دي اول حاجه. وتاني حاجه الجريدينت، هو لما التيشو دي خدت هذا الريديو فريكوانسي عملت بيه ايه، كل تيشو زي ما احنا قلنا هتعمل باترن خاص بيها. فاعتمادا على التو بارامترز دول هما الريديو فريكوانسي بالسز اللي انا بديها والباترن المختلفه اللي هتبقى ايمج من الديفرنت تيشو، هقدر اعمل تو تايب من السيكونسز او تو تايب من الايمجز، ممكن تكون حاجه اسمها وايت بلاد وفي حاجه اسمها بلاد بلاد.
البلا بلا دي بنسميها اسمها سبين ايكو، الاسم بتاعها في الام ار اي اسمها سبين ايكو، ودي غالبا بتبقى ستاتيك ايمج، ايمج بتبقى ثابته مش متحركه، ومهمه جدا عشان اشوف بيها الاناتومي. البرايت بلاد اسمها الجريدينت ايكو، ودي غالبا بنشوفها في بنشوف بيها الفانكشنز اكتر، ودي هنشوفها في السيني ام ار اي. الحاجات اللي بتتحرك قدامنا الصور بتاعه الام ار اي غالبا بتبقى بيست على الجريدينت ايكو، وطبعا ده حاجه سو سيمبل، هو اصعب من كده شويه ان هو بيعمل انترفيس ان سو اون، في حاجات كتيره بتدخل في السيكونس دي. ده اتفضل. اهو تي 1 هو التي 1 ويتد، هي الواحده من السيكونسز اللي بتبقى في منها من السبين ايكو. ده الشكل الفرق ما بينهم الاثنين، نبص كده عليهم. ده هو الجريدينت ايكو او اللي احنا بنسميه وايت بلاد سيكونسز. هنشوف البلاد قدامنا بيبقى وايت برايت، بينما المايوكارديوم عندنا بيبقى شكله ايه؟ جريش، لونه جريش ان كلر. والوايتنس خالص الموجوده ده عباره عن ايبيكارديال فات، هي اللي بتبقى مور برايت احنا شايفينها فيها. لو في السبين ايكو اللي هي البلاد بلاد ايمجز هنشوفها كده، هنلاقي البلاد هو المور موست دارك بارت، وبرده المسلز عندنا جريش ان كلر، وهنلاقي برده عندنا الفات ستيل ايه؟ ستيل برايت. فاحنا في التو سيكونسز سواء كان برايت بلاد او بلاد بلاد بنلاقي الفات عندنا بتبقى واضحه جدا برايت. علشان كده لو انتوا بتسمعوا حاجه في حاجه اسمها فات سبريشن، يعني بنعمل سيكونس ثانيه بحيث ان احنا نخفي الفات دي خالص علشان ما تبقاش ظاهره قدامنا، ونقدر نعرف هو التيشو اللي قدامنا ده فيه فات كونتنت موجوده ولا لا. فدي سيكونس ثانيه احنا برده مش هندخل في التفاصيل فيها. نبص كده على صوره من صور السي ام ار، ايه اللي احنا شايفينه؟ السي ام ار قريب جدا الايمجز بتاعته من الايكو، نقول فور تشامبر وتو تشامبر وثري تشامبر، نفس الاناتوميكال ديسكريبشنز اللي احنا بنقوله في الايكو. فبالنسبه لنا احنا هنا اولا احنا شايفين ده فور تشامبر فيو، تمام. ادي ليفت اتريا رايت اتريا، ليفت فنتريكل رايت فنتريكل، ميترال فالف ترايكاسبيد فالف، وادي بعض البلمونري فينز كمان موجوده، ديستندنج اورتا، وده البريكارديوم الموجود حواليه. احنا هنا مش شايفه البوينتر اوبشن، ايوه هايلايتر كده تمام كده واضح. طب اوكي تمام شكرا. زي ما قلنا دي فور تشامبر مره ثانيه، رايت فنتريكل رايت اتريوم، ليفت فنتريكل ليفت اتريوم، ميترال فالف ترايكاسبيد فالف، وفي عندنا هنا ايه؟ ده البريكارديوم الموجود حواليه. قادرين تشوفوا حاجه هنا برايت قوي كده في مكان البلورا ده؟ عيان عنده بلورال افيوجن، تمام شايفينه واضح جدا موجود فيه. الفلو اوف ذا بلاد او البلاد نفسه هنا قلنا بنسميه وايت بلاد، دي واحده من الجريدينت ايكو، دي سيني بتتحرك قدامنا فيها، دي اسمها ستيدي ستيت فري بيرسيشن، دي واحده من البيزك سيكونسز اللي بتتاخد في الاول خالص قبل ما نبتدي اي حاجه. ده اكزامبل تاني على الجي 2 ويتد ايمجز اللي اسمها سبين ايكو اللي كنت بتقول عليها. زي ما احنا شايفين البلاد عندنا دارك بالشكل ده، والمايكارديوم از جريش، وفي عندنا هنا ماس زي ما شايفين فيري برايت هاي سيجنال انتنسيتي عاليه جدا. موجوده فين؟ ده هنا الليفت اتريوم، ادي رايت اتريوم، الليفت فنتريكل رايت فنتريكل. الماس دي طالعه منين؟ طالعه من انتر اتريوم سيبتوم في البروتودنت كافيتي تو ذا ليفت اتريوم. فدي واحده من السيكونسز المهمه جدا اللي بنقدر نشوف بيها السيجنال انتنسيتي عشان نعمل بيها حاجه اسمها تيشو كاركترايزيشن. دي اهميه الام ار اي، يقدر يقول السيجنال انتنسيتي دي عاليه في السيكونس ده قليله في السيكونس دي، في الليت جادولين انهانسمنت يبقى موست بروبابلي الماس دي ممكن تكون كذا، وهنشوف دلوقتي ازاي نقدر نفرقها. نيجي لتكنيك تاني مهم جدا في الام ار اي اللي احنا بنحقن بيه الكونتراست اللي هو الجادولينيوم. الجادولينيوم ده معروف ان هو اكسترا سيلر كونتراست، يعني ما بيخشش جوه الماسل سيل، لا بيبقى موجود في الاكسترا سيلر سبيس، بيبقى اكيوميليتد فيه. وعشان هو بيبقى اكيوميليتد في الاكسترا سيلر سبيس يقدر يفرق لي ما بين الانفاركتد او النكروتيك او الفايبروتيك مايكارديوم من النورمال مايكارديوم. اول ما بحقن عندنا كده، اول ما بحقن الكونتراست عندنا هنا، هيبتدي يحصل رابيد ابتيك لي للنورمال مايكارديوم ورابيد ووش اوت. ليه؟ لان النورمال مايكارديوم مفيش اكسترا سيلر سبيسز كتير، هم حاجات فيري نارو سبيسز، وبالتالي هياخد بسرعه ويخلص بسرعه. لكن النكروتيك او الانفاركتد مايكارديوم لما نيجي نشوفه هنلاقي ان هو بيكون الانتيك بتاعه او الابتيك والاكيوميشن بيبقى بطيء، وكمان بيفضل فتره طويله ديبوزيتد او اكيوميتد في الاكسترا سيلر سبيس. طب انا دوري بقى هفرق بينهم ازاي؟ انا دوري في الوقت ده شايفين الماكسيمال ديفرنس اللي ما بين النورمال والانفاركت المايوكارديوم، انا المفروض بصور المايوكارديوم في الجزء ده عشان اوصل للماكسيمم انهانسمنت. ده اكتر وقت النورمال مايوكارديوم ما فيهوش
كونتراست خالص، والانفاركت الميوكارديوم الاكستراسيلولار سبيسز مليانه بالكونتراست، يبقى هيبقى ماكسيمم ديفرنشيشن بين التيشو واضح في الجزء ده. ده غالبا بيبقى بعد 10 دقايق بنحقن من الجادرينيوم الكونتراست فيها. ده زي ما احنا قلنا برضو حاجه بتوضح لنا النورمال تيشو او النورمال ميوكارديوم فيري نارو من السبيسز الموجوده، بالتالي الجادرينيوم بيكون قليل جدا فيه. لو كان في نيكروز او فايبروزس هيبتدي يحصل له الديبوزيشن بالشكل ده، وبالتالي هيبقى انهانسد يعني سيجنال انتنسيتي عاليه، هيبان برايت، هيبقى نور منور اكتر من النورمال ميوكارديوم. كل ديزيز او باثولوجي عندنا ليه باترن مختلف في الجادرينيوم انهانسمنت دي. يعني مثلا عندنا في الناس اللي عندهم كرونري ارتر ديزيز، احنا عارفين انه الميوكارديال اسكيميا بتبتدي من فين لفين، بتبتدي من سب اندوكارديا بروسيد بعد كده لحد ما تاخد ممكن ترانس ميرال كلها، لكن نيفر انها تبتدي من السب ايبيكارديا، مش تبتدي من بره لجوه، بتبتدي من جوه لبره. فالباس باثولوجيك باثولوجي او باترني انها بتبتدي سب اندوكارديا، ممكن تاخد بعد كده ترانس ميورا. والحاجه الثانيه الدياجنوستيك انها لازم تكون ايه ريليتد لارتري تريتوري، واخده تريتوري معين، مش ممكن تكون باتشي واخده كل الميوكارديوم. اتس نوت ا باترن فور كورونري ارتر ديزيز. فلما نيجي نبص عليه هنا هنلاقي مثلا دي واحده زي ما احنا شايفين ده عيان اتحقق ليت جادرينيوم انهانسمنت او كونتراست، فاللي احنا شايفين كل البرايت اريا دي انديكيتنج ان ده انفاركشن او سكار او فايبروس موجود فيه. طب مكانه موجود فين؟ موجود في تريتوري، موجوده في الانفيرو في الانفرو لاترال والانفرو سيبتال سيجمنت. طب واخد قد ايه من الوول؟ واخد سب اندوكارديوم. بينما الاذر ايمج هير هنلاقي ان هو واخد ترانس ميورال كل ده، فده دينوتنج ان ده كرونري باترن، ده بتاع الميوكارديال اسكيميا. تمام. طب الكاردياك اماميلودوسس، لا الاماميلودوسس مختلف، ممكن تكون باتشي تاخد اي جزء سب اندوكارديال لكن ما بتاخدش ديستريبيوشن للكرونري ارتر. اما بالنسبه ليها ممكن في بعض الاحيان تاخد سيركمفرنشال، تاخد كل السب اندوكارديال، ده مش ممكن يكون كرونري ارتري تريتوري. طيب اتفضل. لا لا انت قصدي حضرتك فين، هنا ولا قصدك تحت؟ تحت هنا. دي في فيز اسمها ليت جادرينيوم انهانسمنت، دي فيز ثانيه مختلفه عن البرايت بلود اللي انت بتتكلم عليه. هنشوف الالوان عشان احنا هنتلخبط شويه في السيكونس. انت بتتكلم على انهي سيكونس؟ عن ليت جادرينيوم انهانسمنت. لا، في الليت جادرينيوم لازم الميوكارديوم كله يكون دارك ان كلر. ليه؟ ان مفيش اكسترا سبيسز كتيره وفضه كل الكونتراست، يبان اسود. طيب ولما يبان ابيض؟ لا، يبقى في حاجه حصل ديبوزيشن واكيوميليشن للكونتراست هنا. تمام. دي سيكونس بتاعت الليت جادرينيوم، دي حاجه ثانيه غير اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاول، اهم سيكونس بتتكلم فيها. طيب في الدايليتد كارديوميوباثي هنلاقي ان هي بتاخد حاجه اسمها الميد وول لاير، تبقى موجوده الانهانسمنت بتاعها في الميد وول زي ما احنا شايفينه كده، اكتر موجوده في الانفروسيبتال سيجمنت معايا. طيب الهايبرتروفي كارديوميوباثي موجوده في حاجه اسمها الهينج بوينت، عند البوينت او الانسرشنز بتاعه الرايت فنتريكل مع الـ ال في، او ممكن تكون موجوده في السيبتم وبرده تبقى موجوده في الميد وول لاير. المايوكاردايتس، الساركيدوزس والارض برده من الحاجات اللي ممكن نشوفها. هنلاقي ان في الهايبر انهانسمنت او البرايت ارياز دي بتبقى موجوده في الار في، بس لا ممكن كمان تبقى انفولفنج الال في في بعض الحالات، وهنشوف حاله منهم النهارده. لوفلرز اندوكاردايتس يمكن ما بنشوفهاش كتير، بس لو جت بتاخد الاندوكارديوم وبتبقى شكلها الفي شيب ساين، وان توب بيكون في ثرومبس عليها. دي الباترن المختلفه، وزي ما قلت لكم احنا هنشوف كل واحد من دول اكزامبل عليها. في عندنا حاجه اسمها سيكونسز اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها او تسال عنها دلوقتي، اول ما بيجي نصوب بنكتب حاجه اسمها انيشال سكاوت. يعني ايه سكاوت؟ يعني انا عايز اعرف اللوكاليزيشن اوف ذا هارت بتاع البيشنت ده فين. احنا مش كلنا زي بعض، فما بدخل العيان علشان اخد له الهارت ايمج بتاعي بعمل حاجه اسمها لوكاليزيشن، عايز اشوف الهارت بتاعه هو فين بالظبط في الثوركس، واخد من اول فين من الثوراسيك انيت لحد الدايفريم وهكذا، وابتدي اعمل سلايسنج للهارت عندنا. في عندنا سيكونسز عشان نشوف فيها الاناتومي، وعشان نشوف اناتومي قلنا نستعمل انهي سيكونس؟ نستعمل السبين ايكو، او بنستعمل حاجه اسمها البلاد بلاد ايمج، دي اكتر حاجه توريني اناتومي. ليه؟ لان احنا في الوقت ده البلاد هيبقى لونه اسود والميوكارديوم هيبقى جريش ان كلر، وبالتالي ده بيكون في جود فيجواليزيشنز للاندوكارديال بوردر، واقدر اشوف بيها اي ستراكشر او اناتومي كويس جدا. في عندنا فانكشنال ايمجز، الفانكشنال دي بتبقى سيني ايمج زي ما احنا شايفينها شفناها من شويه، بنشوف بيها الفانكشن، بنشوف بيها سيجمنتال وموشن، انا ممكن اسس بيها فوليوم، اسس بيها ماسز اند سو اون.
في عندنا sequences تانية بنشوف بيها البرفيوجن. البرفيوجن دي علشان أشوف الاسكيميك هارت ديزيز، أنا ساعدها بدي ستريسور زي الأدينوزين مثلا فور إكزامبل ستريس تيست، وبعدين بروح مصور الريست بتاعنا وبكون حقن طبعا الكونتراست. المفروض لما أنا اديت عملت الستريس تيست وبعدين حقنت الصبغة بتاعتنا، تمام؟ احنا لسه في الايرلي ستيت، في الايرلي ستيت بتاعتنا ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي ان الميوكارديوم بتاعي هو النورمال هايبر انهانسد، بينما الهايبوبرفيوزد اريا هي اللي كانت دارك ان كلر. لما اصور بعد شويه الميوكارديوم الطبيعي يبتدي خلاص ما فيهوش اكسترا سيت، ما فيش اكسترا سيت سبيسز، يبتدي هو يسود وتبتدي الحته اللي كانت هايبوبرفيوزد او لو فيها سكار تيشو تفضل موجوده فيها الجادولينيا، فتبتدي شكلها برايت ان كلر. يمكن السيكونسز تبقى صعب علينا شويه، لما نشوف اكزامبل على الحالات هنلاقي الموضوع اسهل من كده بكتير. عندنا اذر سيكونسز فور ايديما فور ليت جادولينيوم اند سو اون. في حاجه اسمها فلوستي، فلوستي عشان برضه انا الحقيقه مش عارفه بالنسبه للتريسنج الامتحان في العين شمس، عشان انا مش من عين شمس من الازهر، فانا مش عارفه الحقيقه اللي بيجي وايه اللي ما بيجيش، فمش هساعدكم في النقطه دي خالص. اوكي، بس على اي حال هنشوف حاجات كتير عشان نقدر يعني نبقى فاميليار مع الحاجه لو جت. برضو الام ار اي قريب جدا من الايكو، لانه احنا ممكن نحسب بيه حاجات بتاعه الدوبلر، اعمل بيه كوانتيفيكيشن لفالفولار ستنيوزز فالفولار ريجركتيشن شنت كوانتيفيكيشنز اند سو اون. دي الانيشال بلينز بتاعتنا، احنا كلنا عارفين الابسس بتاعنا كده، ده اسمه اكزيال او ترانسفيرس، ده اسمه الكرونال بلين، ولو جينا بالجنب بتاعنا هيبقى اسمه ساجيتال بلين، تمام؟ دي حاجات بيزك جدا. لما اجي ابتدي اعمل حاجه اسمها انيشال سكاوس اللي احنا كنا لسه بنقول عليه، عايز اعمل لوكاليزيشن اوف ذا هارت، عايز اشوف الصور بتاعه ال في والار في اند سو اون. احنا مدينكم بالك حاجه اسمها الاكزيال فيو اللي هو الحاجه الاساسيه بتاعتي، وبعدين الكرونال فيو اللي هو زي اسمه البالك الاساسي بتاعي، وبعدين الكرونال فيو ده البالك الاساسي. انا مش هعرف اشوف الهارت كده، لازم اعمل سلايسنج ليه وابتدي اشوف الايمج بتاعتي في انديفرنت بلينز. فهنعمل ايه؟ بمنتهى البساطه احنا عندنا كل اتنين اورثوجونال بلين، واحد هيبقى فيه واحد تاني عمودي عليه، هبتدي اعمل سلايسنج اوف ذا هارت. يعني مثلا ده الاكزيال فيو، تمام؟ في واحد عمودي عليه هو ساجيتال بلين، ده هيبتدي يقطع لي الاكزيال بلين الى الديفرنت بلينز اللي احنا شايفينها دي. ده الاكزيال فيو عمودي عليه مين؟ عمودي عليه ساجيتال بلين، يبقى يقدر يقطع لي ساجيتال بلين بالشكل ده. ده الكرونال بلين عمودي عليه الاكزيال، لما اخد فيه ديفرنت بلينز بالشكل ده يبتدي يقطع لي الهارت بسلايسز اسمها الكرونال ستاكس، الستاكس او الستاكس اللي هي بالك كبير جدا هبتدي نقطع فيه تاني. طيب بعد كده ده اسمه الاكزيال فيو بتاعنا، لو خدنا خط من الايبكس ماشي بالميترال فالف هيديني حاجه اسمها البايلوت تو تشامبر. يعني ايه بايلوت؟ يعني هو ده لسه الحاجه الجايدنج، ده مش لسه الشكل النهائي اللي انا عايزاه، لسه في شكل تاني هيطلع منه. وبعدين ادي تو تشامبر، خدت خط تاني ماشي على الايبكس والميترال فالف يروح فريدي فور تشامبر، وده بايلوت برضه. اخر حاجه بقى دي اللي هنثبت عليها، ده اخر تقطيع هنشوفها علشان دي اللي هتوريني الايمج اللي هنشوفها بعد كده في الكيسز اللي جايه. لو انا اخدت الفور تشامبر والتو تشامبر وعملت فيهم ديفرنت بلينز بالشكل ده هيقطع لي الهارت على شكل شورت اكسس من الايبكس تو ذا بيز بالشكل ده. لو احنا اخدنا الفور تشامبر تو تشامبر وعندنا ديفرنت بلينز بالشكل ده، قعدنا نقطع 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 فيها، ودي عمودي على دي، هتديني في الاخر الشكل النهائي ده. الشكل النهائي ده هيبقى displayed in the form of different cut sections على الشورت اكسس فيو from the apex to the base. قدامي ايه؟ قدامي ليفت فنتركل، قدامي رايت فنتركل، زي ما احنا بنشوفهم بالظبط في الايكو في الشورت اكسس فيو. طيب لو خدت هنا، لو خدت عندنا هنا، انا بدات اتضايق من طيب ده الشورت اكسس فيو، لو خدت عليه بلين تاني، خدت خط تاني ماشي بالليفت فنتركل ومعدي على الرايت فنتركل، وفي نفس الوقت خدت التو تشامبر ومعدي بالايبكس والميترال فالف، اتوقع يطلع من هنا ايه؟ هيطلع منه الفور تشامبر فيو اللي احنا شفناه صوره منه كانت سني في الاول. رايت فنتركل، رايت اتريوم، ليفت فنتركل، ليفت اتريوم، ميترال فالف، تريكاسبيد فالف، تمام؟ اوكي. طيب لو انا عايزه اطلع شورت عايزه اطلع تو تشامبر فيو، يبقى انا هاخد على الشورت اكسس برضه، بس في الشورت اكسس هنا ما عديش على فين؟ على رايت فنتركل. انا مش عايزه رايت فنتركل بتاعنا في حاجه، يبقى اذا هعدي بايسكتنج لاين بالشكل ده، وبعدين هروح معديه برضه بلاين تاني من الايبكس تو ذا ميترال فالف، فيديني تو تشامبر فيو اللي هو عباره عن ليفت اتريوم، ليفت فنتركل، ميترال فالف. طيب لو انا عايزه اخد اللي هو 3 تشامبر فيو اللي احنا بنسميه ايبيكال 3 تشامبر فيو،
ممكن نعمله ازاي؟ هناخد على البيزر سيجمنت بتاعتنا بس يكون فاتح معانا اورطه، وناخد التو تشيمبر فيو يطلع لي الشكل ده اللي هو عباره عن ايه؟ ادي اورطه ليفت اتريا وادي الليفت فنتريكل وده البلمونري ارتر هنا. كويس؟ نفس الفكره في كل حاجه احنا بنشوفها، علشان اقطع او اوصل للتشيمبر اللي انا عايزاه محتاجه اتنين لاينز يكونوا اورثوجونال على بعض، عمودين على بعض، وابتدي اعمل سلايسنج فيهم لحد ما اوصل للستاكس اللي احنا عاوزين نشوفها. بالنسبه للار في بالشكل ده، بالنسبه يعني مثلا في اكزامبل عندنا الار في او تي من الحاجات المشهوره جدا برضو ان احنا ممكن نشوفها. هنشوف عندنا هنا ادي الار في وادي البالمونري ارتري، وعندنا الليفت اتريوم وادي الليفت فنتريكل، نفس الحكايه هنشوفها هنا ادي الار في الاوت فلو تراكت البالمونري ارتري الليفت اتريوم الليفت فنتريكل. لو عايزين نبص على حاجه اسمها انفلو اوت فلو يبقى هناخد في الفور تشيمبر فيو وهناخد واحده على البالمونري ارتري يفتح لنا الشكل ده انفلو اوت فلو رايت اتريوم رايت فنتريكل اند بالمونري فالف وهكذا. تمام. في برضه فيو جميل او مهم جدا في حالات الاورتيك ديزيز اللي بنسميه الكاندي سكان او بنسميه الساجيتال فيو، اللي هو بياخد كل الاورطه بيبقى ديلينيتد قدام. ادي الاستندنج اورطه الارش الديستندنج اورطه، ده جه منين؟ جه من التو فيوز دول الاكسيال دي، وبنعمل تو بوينتس عند الاستندنج والديستندنج اورطه ونبتدي نقطع عليه يدين الشكل ده. ده مهم جدا في حالات الاورتيك ديستكشن كاركتيشنز ومعظم الاورتيك ديزيز. او ده على القرش نفسه، على القرش وبعدين واحد استندنج والديستندنج عشان نفرد الديستال والبروكسيمال بتاعه. تمام. اوكي. بما ان احنا نمنا وطهنا من بعض فهنذكركم كويس. كويس. طيب اللي انتم شايفين الفيو ده وات ذيس فيو او وات ويل ذيس فيو والبوزيشن ويل ديمونستريت، هيوريني ايه؟ هيديني. تمام مظبوط. شورت اكسس. اوكي. الفيو ده اللي احنا شايفينه اسمه ايه؟ اسمه ساجيتال فيو. موريني ايه؟ موريني ار في او تي. تمام. يبقى اسمه ار في او تي على طول. ار في او تي للي ما شافش تاني، ادي الار في، ادي البالمونري، وعندنا الليفت فنتريكل والليفت اتريوم. الفيو ده نسميه ايه؟ نسميه كرونال، ونسميه ال في او تي، او نسميه فور تشيمبر. انا عايزه اجابه ال في او تي وكرونال بار، هو في نفس الوقت كرونال. يبقى دي A and B الاثنين احنا ممكن نسميه LVOT. LVOT ده عارف ناس ازاي؟ ادي الليفت فنتريكل، ادي الاورطة، وادي الرايت اتريوم، وفي عندنا هنا ايه؟ البالمونري ارتري. تمام. فده ممكن نسميه ال LVOT والكرونال. عايزين بس نلاحظ حاجه، احنا الراديولوجي مختلفين في التسميه عندنا شويه. هما بيسموا الفور تشيمبر هورزونتال لونج اكسس، بيسموا التو تشيمبر فيرتيكال لونج اكسس، اللي بيسموا ال LVOT الساجيتال سوري الكرونال بلين، وبيسموه ساعات الساجيتال بلين. فهم مختلفين في التسمية عندنا شوية، فممكن لو حد بيقرأ في كتب راديولوجي هنلاقي الحاجات مختلفة عن تسمية الإيكو شوية. أوكي. نبتدي بعد كده في تريسنج، هنبص بقى على كيسز وحضراتكم اللي هتحلوهم. أوكي. طيب أول حاجة البلاد سبلاي، إحنا عارفين طبعا الكرونري بلاد سبلاي. التسمية عندنا برضو من سيجمنت ممكن تكون قريبة شوية من إم بي أي، مش زي تسمية الإيكو. عندنا شورت أكسس فيو متقسم إلى 6 سيجمنتس، أنتيريور أنتروسيبتال أنتروسيبتال أنفيريور أنفيرولاترال وأنتروسيبتال فور بيزل أند ميد سيجمنت، وبعدين الإيبكس. وده الفور تشيمبر فيو، هيبقى في عندنا انفروسيبتال بيز ميد ايبكس، وعندنا انتروراتا بيز ميد ايبكس، وعندنا التو تشيمبر فيو انفيريور انتيريور اند فور ايبيكال ثري تشيمبر فيو، هنلاقي فيه الانفرولاترال والانتروسيبتال. دي اعتقد ان انتم عارفينها ما فيهاش مشكله. تمام. اوكي. في عندنا تو تكنيكس في الاسكيميك هارت ديزيز بنعملهم، يا اما تو ديتكت بيرفيوجن، هو فعلا الارياز دي بهايبر بيرفيوز او نورمال بيرفيوز، واذا كنت عايز اشوف اسكيميا وفايبريتي موجوده بتكنيك تاني. البيرفيوجن انا بشوف اللوكاليزيشن الاول، احنا قلنا على انيشال سكاوتس والاناتوميكال والفانكشن والحاجات دي كلها، دي اسمها اللوكاليزيشن او اسمها البارالي كونستراكتد ايمجز. بعد كده بحقن الادينوزين وبحقن الكونتراست واشوف الستريس ايمج بتاعتي، زي ما بنصور بالظبط في الايكو، يعني زي ستريس ايكو هو نفس التكنيك، بس انا باخد الايمج بتاعي بالام ار اي، هدي الستريس وهدي الكونتراست واصور الستريس ايمجز، وبعدين هدي فرصه للريست، وبعدين هروح حقن تاني الكونتراست اللي هو الجادولينيوم ده، هدي ريست وهصور ايربي وليت بعد ما حقنت الكونتراست. نفس الفكره في الدوبيتامين، هي هنعمل الدوبيتامين بالدوزز اللي احنا عارفينها 5 10 20 30 40، مفيش ريسبونس، هدي الاتروبين، كلنا عارفين البروتوكول ده. هصور ايمج بتاعتي بتاعت الاستريس، اذا كنت انا عايزه لو الفايبيليتي يبقى هقف عند دوز معينه، اذا كنت هكمل لحد الاسكيمي هوصل ل 40 والاتروبين، وهصور ايرلي وليد في الجادولين. هنبص على الايمج اللي قدامنا وهنبص وهنفكر بالطريقه التاليه.
اولا الايمج اللي قدامنا ده هو ده ستيني ولا ستاتيك؟ ده ستيني، ده اسمه ستيني ام ار اي على طول. اوكي طب هو على فين محطوط؟ احنا مقطعين على ايه؟ مقطعين على ليفت فنتريكل. فين شورت اكسس؟ من فين لفين؟ فروم ذا ايد، فروم ذا بيس تو ذا ايبكس. تمام كده، يبقى دي ستيني ام ار اي ايمجز شورت اكسس ستاكس اللي احنا شايفينها. اللي تحت هنا اسمها ستريتي فري برستيشن ستيني ام ار اي. هنا عباره عن اللي هي دي كلها برايت بلود، يعني دي كلها فاريانت من جريدينت ايكو. احنا قلنا البرايت بلود اسمه جريدينت ايكو، دي اسم ده الفوري تشامبر وده تو تشامبر وده ثري تشامبر فيو. تمام الوولز خلاص احنا اتفقنا عليه. عايزين نشوف هنا ايه؟ هنبص على سيجمنتال موشن، هل في عنده سيجمنتال موشن ولا لا، الفانكشن اخبارها ايه، وات اباوت ذا فوليومز، هل هو دايليتد ولا لوكس نورمال. فايه راينا فيها؟ الايبكس، الايبكس دي بيز، دي بيز ميد ايبكس. اوكي البيز هنا، انت قصدك هنا اللي تحت هنا في ايه؟ الانتروسيبتال، الانتروسيبتال it start from the basal from the mid segment to the apex. it seems in here hypokinetic، ويكون يكون الميوكارديوم هنا dyskinetic او akinetic. احنا مش شايفين ميوكارديوم، يعني in relation الميوكارديوم الموجود هنا very thin myocardium. تمام طيب كويس. لما نيجي نبص عندنا هنا في الفوري تيومبر شايفين ايه؟ الابكس برضو كمان affected. طيب بالنسبة للتو تيومبر الانتيريور كل الجزء ده هي سبيرنج البيزال بارت، لكن من اول الميد والاب والابيكال بارت تقريبا برضو في ثيننج اوت خالص موجود في الميكارديوم. وهنا الانتروسيبتال وجزء من الابيكس هي كمان. طيب اللي احنا قلناه دلوقتي ده تريتوري ال اي دي تريتوري ده سترايك، يبقى اللي احنا شايفينه ده سجستيف ان دي تكون اسكيميا رادر ذان انها تكون حاجه انفلتراتيف ديزيز لانها واخده تريتوري معين. لما جينا بصينا عليها في الليد جادرين انهانسمنت ايمجز اللي احنا شايفينها دي، هل هي كانت كورليتد مع الحاجات اللي احنا قلناها ولا كان في حاجه مختلفه عنها؟ البيزل احنا قلنا ما كانش فيها حاجه قد كده. هناخد اللي بعديها الميد مظبوط، باجي عندنا في الانتيرو والانتروسيبتا واخدها كلها، واخدها كلها ترانسميورال ولا سب اندوكارديال؟ سب اندوكارديال. لا ترانسميورال، الحقيقه دي هختلف معاكي فيها مية. لا ده كله يعني عشان يبقى سب اندوكارديال، هنشوف حاجات سب اندوكارديال واضحه اكتر من كده، لكن ده ترانسميورال، ده ترانسميورال سكارينج موجود في التريت بتاعت ال اي دي. نفس الحكايه في في الايرلي فيز من الجادرين مفيش حاجه بتحصل، يعني قصدي هو انا كده دي ليت الفيز اللي احنا جايبينها دي ليت جادرين انهانسد خلاص تعديل الاوليه مش موجوده، احنا مش شايفين مش حاطينها اصلا، احنا مش حاطين ده ليه جادرين ده بعد 10 دقايق محققه السبعه صورت هتشوف السكار، احنا مش هنشوف اكتر من كده. شايفين فانكشنال ايمجز هنا وهنا حاجات عشان نشوف الباترن بتاع السكارنج اللي احنا او السيجمنتال موشن هي فعلا سكار وفي تريتري ولا لا، ده اللي احنا هناخدها من كل اللي قدام. لكن احنا ما جبناش حاجه ثانيه، ممكن كنا نعمل تيتو ويتد ايمجز مثلا علشان نشوف اذا كان في اديما ولا لا، ممكن يكون ده مايكارديال انفاركشن بس وفي اكيوت ستيج مش كرونيك. احنا هنقدر نقوله ان احنا في عندنا سيجمنتال موشن ات سيمز ان الفانكشن بتاعتنا امبيرد، وواضح ان الاي في فوليوم بتاعتنا كبيره والسيجمنتال موشن بتاعتنا كذا، وان احنا مع الليد جادرينيوم انهانسمنت لقينا في هايبر انهانسد اريا في التريتري بتاع كذا كذا كذا، يبقى سيس ترانسميورال سكار ان ذا ال اي دي تريتري. بس ده اللي اقدر اقوله من الايمج اللي قدامي دي. تمام طيب اللي بعديه بقى حد هيتبرع ويجاوب؟ مش هيتبرع. تمام الدكتور هيتبرع خلاص انت قلت. اللاترال بول هايبوكاينيتك فعلا اديك انت شايف من عند البيز صح والميد والابكس. مره ثانيه عشان نبقى واضحين دي اسمها شورت اكسس تاكس اللي احنا قلنا عليها التقطيعه بتاعتنا كلها ستيني ام ار اي ايمجز، وادي الفور تشامبر تو تشامبر اند ثري تشامبر فيو. تمام يبقى هو قال لي اللاترال بول هنا انا شايفها هايبوكاينيتك تكاد تكون اكاينيتك وموجوده في البيز وفي الميد وفي الابيكال كمان. طيب بالنسبه لهنا اخبارنا ايه؟ اللاترال وول برضو واخده البيزل والميد سيجمنت ات سيمز انها هايبوكاينيتك. طيب وبالنسبه هنا شايفين حاجه فيها؟ مش واضح قوي قد كده السيجمنتال. طب بالنسبه للثري تشامبر فيها ايه؟ البوستيريور بنسميه هنا الايه؟ الانفرولاترال. هنا بنسميها الانفرولاترال عشان التسميه مختلفه شويه عن الايكو، بس هنسميها هنا الانفرولاترال. فدي الانفرولاترال هي كمان البيزل والميد. حلو جدا واخده تريتوري بتاع ايه؟ probably ممكن يكون السيرف. طيب نبص هنا على الايمجز دي، هل هي كانت كورليتد مع اللي احنا قلناه ولا كانت مختلفه عنها؟ والله ده زيها واخده اللاترال فاهم ايه؟ انهي واحده دي؟ دي
دي الجزء ده بيتحرك كويس in relation للميكارديوم اللي انت شايفه في الـ في الـ في الانتروسيبتال هنا، ده زيه ولا اقل منه؟ طيب انت شايف وانا مختلفه معاك، في ايمج تاني يعني احنا لو كنا في الايكو كنا هنقول ايه؟ والله انا هكتب وانت مش هتكتب صح، لكن ده انا عامله ليت جادريم انهانسمنت وحاسبه اذا كنت انت صح ولا انا صح. فاحنا عندنا حاجه تانية تثبت الموضوع، بصينا عليه لقينا ايه؟ هنبتدي معلش زي ما الدكتور قال، لقينا في الانترولاترال والانفروسيبتال واخده برده من البيز والميد والايبكس، وعندنا الجزء ده كله ده الانترولاترال البيزل والميد سيجمنت تمام، وفي عندنا الجزء ده من اللاترال وول اللي هي في 3 تشيمبر. انت قلت لي انا مش شايفها كويس، بس في الليت جادرين انهانسمنت طلعت سكارد خالص، كلها ترانسميرال سكار واضحه اهي تمام. دي اللي هي الايه الانترولاترال وول بتاعها، فدي تريتوري اوف ذا ال سي اكس اس ترانسميرال سكار ان ال سي اكس تريت. نعم يا دكتور. دي دي اللي هي فين دي؟ اه دي اللي هي في الايبي جروف ماشي في الايبي. طيب هو اكتر من 50% بيسموه ترانسميور. ترانسميور هنشوف اكزامبل عليه دلوقتي حالا. دي اي وبي عندنا صورتين، حد هيتبرع يقول برضه شايفين ايه؟ دكتور هيقول انت هتقول البي؟ قول البي يا سلام. البي بيقول لي انا شايف ان ال في شكله كده دايليتد، الفانكشنز بتاعته ممكن تكون انفيرت شويه. طيب شايف ايه تاني معاها؟ في حاجه تاني في اي سيجمنتال موشن ابنورمال شايفها؟ واضحه فيها حاجه؟ مش واضحه. انا فور مي مش واضح ان في سيجمنت، بس البيشنت ده لما اتعمل له الكونتراست بالجادولينيا لقيناه في عنده ايه؟ انفيرير وول سب اندوكارديال، ده الشكل بتاعه سب اندوكارديال، لازم نلاقي فيه ريم موجوده اون توب من النورمال مايكارديال موجوده فيها. طب وبالنسبه لفوق ده ايه؟ سب طب ايبيكارديال. طيب هنبص مره ثانيه، هو دي عباره عن السيني ام ار اي ايمج بتاعتي فيها اي مشكله؟ contractility is very good وthickening تمام، systolic function كويسة، ال RV كمان looks هو كويس. هنا there is no enhancement at all so there is no myocardial fibrosis normal myocardial مفيش أي حاجة خالص، ده ال appearance بتاعنا normal epicardial fat، لأن الفات ما بيحصلهاش زي ما احنا قلنا suppressions بتبقى bright بتفضل bright معظم الوقت معانا لحد ما هنشوف. فدي epicardial fat مش thickened ولا حاجة، لازم تعدي أكتر من 3 ملي عشان أقول في thickening حصل كويس في البريكارديوم. اتفضل. لا ال RV ما هتشوفه بعد كده في ال MRI هتشوف الدايليتيشن المحترم عامل ازاي، لكن it's a normal this is for the MRI images it's a normal sized RV. هتعمل كومنت عليها هنقول ان البيشنت ده هو طبعا انا from this image alone علشان اقول لك هو انا كنت عامله ايه لازم اقول لك التكنيك او السيكونس اللي انا كنت واخداه. قال لك ليت جادولينيوم انهانسمنت ايمج دي تبقى ايه؟ there is no myocardial fibrosis and no scarring مفيش اي حاجه موجوده فيها تمام؟ it's normal myocardium في ال VT dilated بي. لا انا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم على ايه عشان الدكتور بيقول لي هيقول فيها ايه؟ لا لا انا بتكلم على بي في sub endocardial scar موجوده في الانفيرير وول ودي اللي احنا قلناها. اتفضل دكتور. اوكي this is the whole myocardial thickness اللي احنا شايفينه تمام، كل ده المايكارديوم اللي انت شايفه قدامك، علشان يكون في سب ايبيكارديال هتلاقي فيه جزء من المايكارديوم افكتد. انت شايف كل السيركمفرنس اللي قدامك ده كل السيركمفرنس في اي حاجه فيه افكتد، في اي جزء في هايبر انهانسمنت ليه، ده كل ده بره دي ايبيكارديال فين بره، وكل الوول بتاعنا ويلدرينيتد قدام ما فيهاش اي حاجه ولا متاخده ولا محطوطه ولا مقطوش منها حاجه ولا مقطوع منها حاجه كلها قدام، يبقى ده نورمال مايكارديوم. اه دي فات سبريشن عشان نلغي الجزء ده عشان نشوف هو انا فعلا دي كانت فات ولا في حاجه تانية، دي انذر تكنيك بنعمله. اه this is a normal myocardium with no hyper enhancement no evidence of myocardial scar، مش شايفين اي حاجه تقول ان احنا في myocardial fibrosis او scarring، ده اللي اقدر اقوله هنا تمام. طيب اه اي حاجه في الليد يبقى scar fibrosis infarction تمام، عايز تقولها مايكارديال فايبروزس اوكي فايبروزس كلهم سكارنج او انفاركشن او اي حاجه. اسكيميا هنشوفها لسه ما جبناش اسكيميا خالص دلوقتي لسه ما قلناش. ها ايه راينا في الثاني ده سي ودي مين هيتبرع؟ دكتوره منى هتقول لنا انفير بولز هايبوكاينيتك تمام، بتسيمت ان الجلوبال سيستوليك فانكشن مش كويسه قوي اتس امبيرد، ال ال في فوليوم شكلها برده انكريز برده مش شكل النورمال اللي احنا شفناه قبل كده،
والليت جالي لي من هانس ميت لقينا فيها ترانس ميورال سكار واخده كل الانفيرور وول واخده كمان معاها الانفرو لاترال وول. طب اللي تحتيها الانتيريو سيبتال الانتيريو والانترو سيبتال سيجمنتس فيهم ايه؟ دي مش هايبوكاينيتك دي اكاينيتك ابوتوس كاينيزم يعني دي حاجه بقى عارفه. انت شايف المايوكارديا مفيش مايوكارديا ده تقريبا ثين اوت مايوكارديا مفيش مايوكارديا خالص فيه وفي ديسكاينيتك او في ديسكاينيتا ودايليتد وديفانكشن امبير ايوه لقينا في ايه ترانس ميورال سكار في نفس السيجمنت اللي احنا قايلينها دي نوتنج ترانس ميورال سكارينج في فايبروزس حصل في عند البيشنت ده. طيب هنبتدي بقى في حاجه الستريس اللي هي الاسكيميا اللي احنا بنتكلم عليها. انا هقول لك الايمج اللي قدامك وابتدي انت هتقولي الريزلت او الانتربريتيشن بتاعك ايه. احنا هنا عملنا الستريس تيست حققنا كونتراست صورنا استنينا لحد ما بقينا في الريست وبعدين صورنا عدينا صبغه تاني وصورنا وبعدين صورنا متاخر ليت جادرين انهانسمنت ايمجز اللي هي نمره بي. هقول السيكونس مره تانية عملنا الستريس تيست وحققنا وبعدين استنينا ريست ايمج وبعدين حققنا وصورنا واستنينا شويه وبعدين صورنا الليت جادرين انهانسمنت ايمج. شايفين ايه؟ مش شايفين حاجه. هو ده البليل بحوره البلع بقى اللي بيه دايليتيشن شويه. كل دي ستاتيك ايمج واقفه قدامنا. انا عايزه حاجه تكوني شايفاها. شايفه ايه؟ ايوه في ايه؟ في بيرفيوجن ديفكت فعلا في هايبر بيرفيوزد ارياز زي ما احنا شايفينها كده. دي الهايبر بيرفيوزد ارياز الجزء ده دارك ان كار عن بقيه المايكارديوم. ليه؟ احنا عملنا ايه؟ احنا جرينا العيان او ادينا الادينوزين. طبعا مش جرينا احنا ادينا ادينوزين وحقنا اول ما بنحقن على طول دي بتبقى ايرلي ايمجز اللي احنا واخدينها. طب المفروض يكون فيها ايه؟ الهايبر انهانسد كله هيبقى لسه في النورمال مايوكارديا والجزء الهايبر بيرفيوزد هيبقى دارك ان كلر لسه الكونتراست ما وصلتش للجزء ده. تمام حصل لها خلاص بقى وش اوت انا ما شفتهاش انا ما خدتش الايمج دي وبعدين استنيت وصورت ريست تاني. في اول الريست بتاعنا لما خلاص خلصنا الستريس وحققنا تاني لقينا الايمج بتاعنا بالشكل ده. ايه اللي حصل؟ كله بقى تمام. يبقى ده معناه ايه؟ ان الهايبر بيرفيوزد ارياز اللي كانت مع الاسكيميا اختفت مع الريست. يبقى دي نوتنج انها دي اسكيميا. طيب هل فيها سكار ولا ما فيهاش؟ هبتدي ابص على الليت جادرينال انهانسمنت. في اي حاجه هنا هايبر انهانسد برايت ارياز موجوده؟ خلاص يبقى ده عباره عن اسكيميا. ذا بيشنت هاد مايكارديال اسكيميا وذ نو مايكارديال سكارينج فيها. عرفناها منين؟ عرفناها بالسيكونس اللي احنا لسه قايلين. طب هو ليه شكله بيختلف من هنا لهنا؟ اكوردنج تو ذا كاينيزيس الكاينيزيا بتاعت الكونترست انا بحقنه مختلف. صورت في الاول هيبقى المايكارديوم بتاعي هو البرايت، صورت في الاخر هيبقى المايكارديوم بتاعي هو اللي دارك، عشان بس ما نقولش اختلاف المايكارديوم هو مختلف هنا ليه ومختلف هنا ليه. انا لما اصور امتى؟ انا حقنت وصورت يبقى المايكارديوم بتاعي يبقى برايت عشان لسه كل الكونترست موجود فيه. لو استنيت بعد ما الكونترست خلاص خلصت و10 دقايق لو فضل فيه يبقى الحته اللي فضلت فيه هي دي الانفاركتد او السكارد او الفايبروتيك مايكارديوم. يبقى مين اللي انا شفته ده ستريس ايمج الام ار اي ستريس ريست وليت جادرينال انهانسمنت دينوتنج ان احنا في عندنا اسكيميا افكتنج الانتروسيبتال سيجمنت وتوتالي بيرفيوزد بعد كده ادريس وذ نو ليت جادرينال انهانسمنت دينوتنج نو سكار نو فايبروزس. تمام ايه رايكم في ده؟ تمام قولي لي بقى كومنت كده حلو عليك. الدكتوره قالت دي انيوريزم فهتقولي الكومنت بتاعها قول شورت اكسل. تمام انفيرير وول ماشي انفيرير وول انفرولاترال. تمام فيها ايه؟ في اوت باوتشنج كده تمام وفي زي ما يكون حاجه دارك ان كلر لايننج في الوول بتاعته. تمام يبقى تمام ثرونج ذس از رايت. يبقى ده شورت اكسس سي ان ام ار سي ان ام ار اي ايمجز. تمام شايفينها على الشورت اكسس فيو شايفين الليفت فنتريكل رايت فنتريكل اهو زي ما احنا شايفين في او باوتشنج ريليتد تو ذا انفيرير وول كونتيننج ا داركلي ده سودو انيوريزم. ليه شورت اكسس؟ ده ليه شورت اكسس؟ ليه ده شورت اكسس؟ ده انت شايف اي فالفز هنا موجوده قدامك حاجه مفتوحه اي حاجه ثانيه ده رايت فنتريكل اهو وادي دي ده كل ده ال في بس اللي عامل ديستورشن الاناتومي عندك انه حصل رابتشر للانفيرير وول وعملت سودو انيوريزم كونتيند في البريكارديوم. سودو انيوريزم او انيوريزم انسى سودو انيوريزم اكشلي انها كونتيند في البريكارديوم بتاعه. تمام طيب لما نيجي نبص على الايمج الايمج اللي بعدها
الايميل دي انا بقول لك ان دي ايرلي ودي ليت جادرينج انهانسمنت. انا خدت هنا صورت بدري بعد ما حقن ومتاخر بعد ما حقن. شايف ايه؟ شايفين ايه؟ شايفين دي اللي هي اسمها low intensity signal. low intensity signal موجودة contained inside the pericardium بالشكل ده. انا مش قادرة اشوف اي حاجة تانية اكتر من كده لان في الوول زي ما احنا قلنا ruptured احنا مش شايفين. لكن لما عملنا late enhancement او contrast بتاعنا لقينها كل ده ايه؟ enhanced. يمكن انها بقت scarred. يبقى في scarring موجودة في inferior wall وon top في thrombus متكون عليه. يبقى ده غالبا patient كان acute inferior myocardial infarction complicated pseudo aneurysm containing thrombus. دي اللي قدرت نشوفها فيه. ده ابيكارديوم ده ده مش ابيكارديوم. ليه؟ لان ده كل نفس الكالر اللي احنا شايفين في الاندوكارديوم بتاعنا هنا ده زي ما انت شايفين كده. علشان الابيكارديوم بتاعنا بيكون فيه outside. ده inside the myocardium still inside. ده مش ده انهي ده؟ لا مش احنا قلنا في الانهانسمنت الايرلي هيبقى برايت هيبقى برايت لسه. مش احنا قلنا في الايرلي خلاص بقى. لا انا بتكلم على الجزء بتاع الانيوريزم. انت قصدك على الانيوريزم من تحت. ما هو الجزء ده كله سكارنج موجود فيه. هو ما ظهرش فيه انه اصلا ما فيهوش مايكارديوم اتسيلف. ما فيش مايكارديوم فور ذات اكستنت. لكن ظهر ما انا هقول لك هو ظهر بعد كده في الليت جادرين انهانسمنت دي لانه بدا يتكون او اكيوميليشن ليه لان هو لسه ما كانش واخد الكونتراست. هنا ما ظهرتش الكونتراست بتاعتي فيها حاجه خالص. لكن اون توب لما او ليتر اون لما انا صورت متاخر الكونتراست بدا يحصل اكيوميليشنز ليها فبدات ليت بدات يحصل فيه هايبر انهانس بدات اشوف الوول. عشان كده احنا واخدين تو سيكونسز. انا ما قدرتش اشوف الوول هنا كويس. هل ده دينوتنج ان هنا مش شايفاها كويس ده ما فيش وول موجوده؟ لا. علشان كده بنستنى عشان ناخد اكتر من سيكونس عشان اتاكد من الدياجنوز اللي انا بوصله. لما شفناها في الليت جادرين انهانسمنت لقينا في سكارنج. السكارنج ده كونتين جوه الابيكارديوم. دكتوره امنيه الابيكارديوم لو انت قادره تشوفيه في حوالين هنا اهو زي ما انت شايفاه ورا كده ورا ده ده في ابيكارديوم لسه ستيل موجود. فهو ده مش المايوكارديوم. ده مش المايوكارديوم بتاع المايوكارديوم هو ده اللي هو كونتين كور ليت جادرين انهانسمنت او البرايت اريا اللي احنا شايفينها. نشوف اكزامبل تاني. هو ده المايوكارديوم سكارد. كل ده سكارد في الانفيرو ثرومبس. دي ثرومبس كونتينت عليه عشان كده هي ما خدتش حاجه. ثرومبس ما فيش كونتراست هيعدي فيها. اللي بعديها ايه رايكم فيها؟ في في اس دي. طيب نقول مره ثانيه ادي عباره عن ام ار اي سيني ايمجز دي فور تشامبر فيو. ايه اللي احنا شايفينه هنا؟ تمام. في عندنا هنا بريكارديال ديفيوجن. شايفه بقى البريكارديال بتاعنا اراوند شكله واضح ازاي. كل ده البريكارديال ديفيوجن اللي موجود حواليه. وفي تاني رايت ليفت اتريم بتاعنا كبير. في سام سورت اوف ميتال ريجارديشنز. في عندنا البريكارديال هنا سوري الديفيوجن بيعمل رايت اتريال اند رايت فنتريكولار دايستوليك كولابس. عشان نتاكد منها علشان دي ما بتبقاش ترو موفي ايمجز بنعمل حاجه اسمها ريال تايم كان احنا بنصور بالايكو بالظبط. اما نيجي نبص عليها هنا هنلاقي الافيوجن بتاعنا اهو عامل كومبريشنز على الرايت اتريا وما خدناه في الشورت اكسس عامل كمان كولابسنج على الرايت فنتريكل. فطيب في عندنا باثولوجي تاني احنا فوتناه في الليفت فنتريكل. في بلورال افيوجن ذاتس رايت. ده فعلا في بلور افيوجن موجود عند العيان. في باثولوجي تاني هنا ولا مفيش حاجه؟ طب صوم على البيس دي بس مفيش بيس دي والله ظهرت لسه فيس دي الايبكس از اكاينيتك ذاتس رايت. البيشنت ده كان عنده انفكشنز في الال اي دي تريتري كومبليكيتد بسيفير بريكارديال افيوجن. عمل له بريكارديال عنده او عمل له كارديك تامبوناتنج بالشكل ده. تمام. فدي اسمها سيني ام ار اي ايمجز اسمها ريال تايم ايمجز. اتفضل. طيب انت عشان احنا ما كناش شايفين كويس في السيني ايمجز خدنا حاجه اسمها ريال تايم اللي انا بقول لك عليه اللي هي دي. ايه رايك؟ مش ممكن هتكمل بعد كده. patients complicated precardial effusion ومش لازم يكون رابتشر حصل يعني مش لازم يكون فتح على البريكارديال. لا زي ما الدكتوره بتقول بريكارديال effusion كان سيفير جريد وبقى دخل فيها في تامبونات. بتقولي هنا انا بوري لك اهو ان ده رايت اتريم اهو وما جبناه في ريال تايم عشان نتاكد ان فعلا في كولابس ولا ما فيش لان احنا الايمج ده ما كناش شايفينه كويس. فهنا بيحصل دايستوليك كولابس كامل وهنا على الار في بيحصل دايستوليك كولابس كامل. تمام. دي بيلغي بقى حاجه ريسبيرات الاي سي جي جيتد وريسبيراتري. بنصور على طول صور سيني زي الايكو زي ما كنت بتصور ايكو على طول او بتسجل ايكو ما بتاخدش حاجه اي سي جي جيتد. تمام.
طيب الكارديومايوباثي معلش دي صعبة شوية بس هنحاول احنا نتصورها. اوكي ايه اللي احنا شايفينه؟ اولا دي فور تشيمبر وده تو تشيمبر فيو وبعدين كات سيكشنز كده على شورت اكسس تاكس كده. ايه اللي احنا شايفينه فوق؟ كأنه ايبيكال هوكم. يعني عايز تقولين فيه كونسنتريك هايبرتروفي في الليفت فنتريكل. ايه تاني؟ في مايترال ريجور مش بقول ابريشيت قوي بس ماشي والله همشيها لك عشان الفيست دي اللي فاتت بس ما بقاش زعلانين من بعض. ماشي ايه تاني؟ في حاجه هنا حوالين الهارت شايفها؟ في ايه؟ طيب هنا طيب اوكي ده اللي احنا شايفينه ده. انا مش عارف اعمل ايه في الماوس اللطيف ده. ده ايه؟ برايتنس اللي احنا شفناه زي بريكارديال افيوجن. وهنا في ايه؟ بلورال افيوجن اخوه على طول بريكارديال وبلورال افيوجن. طيب في اي ده كونسنتريك هايبرتروفي ات سيمز ان احنا السيستوليك فانكشن بتاعتها كويس مش شايفين سيجمنتال موشن ابنورمالز. كويس لحد هنا تمام. انا بقول لك الايمج اللي احنا شايفينه ده الايمج ده اسمه تي 1 ويتد ايمجز بتتعمل بعد الكونتراست بعد ما بيحقنوا الجادولينيوم انهانس الجادولينيوم بيروحوا مصورين حاجه اسمها لوك لوكر سيكونس. مش مهم الاسم بتاع سيبك منه مش مشكله خالص. المهم ان احنا بنحقنه عشان هدف معين. هدفنا ان احنا بنوصل في وقت من الاوقات ان البلاد والميوكارديا كلهم يبقوا بلاك ان كولر كلهم يسودوا فبيسموه نالينج اوف ذا مايوكارديا. يعني المايوكارديا والبلاد الاثنين بيصوروا ات زيرو بوينت مش شايفين حاجه مش عارفين نشوفهم من بعض. طيب لو عملنا كده وما حصلش النالينج يبقى في ايه في المايوكارديا ده؟ في انفلتريت ديزيز. يبقى في حاجه منعت ان الكونتراست يبان عندي بالشكل ده. ده دايجنوستيك فور امايلودوسس. لما يحصل loss of nulling لما نيجي نبص على السيكونسز دي هتلاقي انه الميوكارديوم مش راضي يسود يديله الصبغه ويصوره ما يسودش بس لازم يكون في تايم معين لان هو بياخد وقت طويل شويه في التصوير او وقت مختلف في التصوير عن النورمال ميوكارديوم. It's called non-nulling او failure of nulling of the myocardium to diagnostic for amyloidosis. نبص عليها كده دي اسمها first pass perfusions او ما بروح مصوره على طول واشوف ايه اللي بيحصل. المفروض ان البلاد عندي يبقى لونه اسود الميوكارديوم يسود معايا. ما بيحصلش كده. نحاول نركز فيها اذا كنا هنقدر يعني انه القطها يعني السواد البلاد فين هو الكافيتين البلاد هنا وده الميوكارديوم حواليه. كويس المفروض وانت ان هو يسود في فيز معينه كله يسود معايا. ما بيحصلش كده. ما عرفتش اشوفها ما شفتهاش تمام. هبص ماشي لا في الفيز اللي احنا بنتكلم عليها دي نظر فيز انت بتتكلم عليها في الليت جادولينيوم انهانسمنت ولا بتتكلم عليها فين؟ في الليت. انا ما قلتش في الليت انا بقول لك ده الفيرست باس. انا بحقن وبصور ايرلي ده في الاول خالص المفروض انها كانت تسود ما سودتش ليه؟ يبقى في حاجه ريبليسنج المايوكارديوم وبعدين هيحصل نان اللي هو الفيلير اوف نانينج لكل المايوكارديوم مش ايريال ده مايوكارديوم كله ما بيبانش كله طول يبان برايت ويفضل البلاد دارك زي ما هو. انت في انهي فيز؟ الفيز هي اللي بنختلف عليها تمام. طيب حققنا وطورنا ليه جادولينيوم انهانسمنت نقدر نقول على الكومنت عندنا هنا في ايه على الثلاثه اللي تحت دول شورت اكس شايفين ايه؟ تمام باتشي انفلتريشن او باتشي هايبر انهانسمنت ارياس. ما اقدرش اقول انها واخده تريتري معين واخده اجزاء مختلفه من المايوكارديوم. دي بتقولي او بتفكرني اكتر ان هو ده يكون انفلتريتيف ديزيز بروبابلي مع الايمج اللي انا جايبه لك اللي هو الفيرست باس او اللي احنا بنسميه لوك لوك لوكار سيكونس ان دي امايلودوسس. مايلودوسس اتس ا ديزيز اوف يعني المفروض عشان بس انا نسيت اقول لكم حاجه في الاول لما حد بيحول حاله لام ار اي ما بيحولهاش يقول له خد شوف العيان ده يطلع ايه صح؟ المفروض بيحاول يقول لي ام سسبكتنج ان يكون كذا فلو سمحت دايجنوز هو ده كذا ولا لا؟ ما حدش بيقول له ايه؟ روح اعمل ام ار اي وهو بقى هناك يدور يطلع اي انفلترتيف يطلع اسكيميا يطلع شنطه اهو يطلع زي ما يطلع مفيش حاجه اسمها كده. يو هاف تو سسبكت ا ديزيز. الامايلودوز دي مش هيجي ديزيز لوحده صح؟ مش هيجي كارديك اكيد في اكسترا كارديك مانيفستيشنز موجوده معايا. حاجه الحاجه الثانيه اللي انا قلت عليه كونسنتريك هايبرتروفي موجود فيه الفانكشنز از بريزرفد بوث اترا دايليتد بلورال افيوجن بريكارديال افيوجن باتشي هايبر انهانس مش واخد اريا معينه فيير اوف نالينج كل ده توجذر يقول لي دي امايلودوسس تمام. يعني شفت الباتشي يعني شفت بس ليه جالي ما اقدرش او ممكن تقولي مايكاردايتس ممكن تقولي ساركيدوزس ممكن تقولي حاجات كتير اللي هو فلاز الاندوكارد هتبقى في الاندوكارديوم شويه مش تبقى الفي شيب ساين هنبقى شايفين. هنقول انها انفلترتيف ديزيز نون اسكيميك باترن تمام. يعني دي مش نتيجه اسكيميا دي نتيجه انفلتريشن بتاعه ايه. نرجع بقى نشوف الكلينيكال واحنا كنا محولينه فيه والاسوشيتد
مانيفستيشن تانية اللي موجودة معايا. لا ايه الفرق بين A و B و C؟ اه لا هي بالنسبة دي السيكونس اللي هم واخدين فيها لا مفيش فرق، هي هايبر اند شورت اكسس موجودة عليها مفيش حاجة. طيب لا في الامتحان مش عارفه، انا ما تسالنيش في الامتحان، لو اعرف هفيدك على طول. لو معايا الاستاذ هديها لك صدقيني يعني احرمك منها. طيب ده ايه؟ ايوه دي شورت اكسس تاكس، وادي فور تشامبر تو تشامبر ثري تشامبر، شايفين ايه؟ مش شايفين حاجه. كويسه يعني في ميتر ريجورج، حاضر ماشي، في ميتر ريجورج، في اورتك ريجورج كمان، في ميتر ريجورج هنا شايفينه اهو، في عندنا اورتك ريجورج شايفين اهو، في ال ال في او تي ادي الاورطه، في عندنا حاجه بترجع تاني على ال في ده اورتك ريجورج تمام. هو الاتريوم ده عادي ولا هو دايليتد؟ تمام الحمد لله. قلنا في ليفت اتر دايليتيشن هايبرتروفايد شويه، سيمز ان هو شويه هايبرتروفايد. طيب نبص هنا على الايمج دي، الايمج اللي فوق دي اسمها ليد جادريان انهانسمنت، ليد كونتراست اللي احنا شايفينها، ودي هي تي 1 امبوست كونتراست انجكشن تي 1 ايمجز اللي هي لوك لوكر سيكونس، انا بقول لكم عليها اهو تمام. طيب الليد جادريان اللي فوق انتوا شايفين فيها ايه؟ اه في عندنا باتشي ارياز برضو كده من هايبر انهانسمنت موجوده هنا وموجوده هنا وموجوده هنا. والله هي سب اندوكارديال، ماشيه سب اندوكارديال لكنها برضو مش واخده تريتري معين. اما نيجي نبص هنا اهو السيكونس انا بقول لكم عليها بتاعت النون نالينج اللي هي الجزء ده شايفينها، المفروض ان يكون البلاد عندنا هنا دارك، وكمان الميوكارديوم اللي حواليه كله يكون دارك. لا ده ما حصلش، ما اتحققش عندنا هنا، يبقى ده كيس انذر كيس اوف امايلودوس. هي دي سيكونس بتشوفها ورا بعضها، بس انت بتختار وقت يحصل فيه ان البلاد يبقى دارك، وانت متوقع ان في الوقت ده لازم يكون الميوكارديوم يكون دارك برضه. دي بتتحسب، ده وقت بيتحسب من الاول خالص، الكونتراست بتوصل لحد هنا في قد ايه، ابتدي وانا بصور اصور في الجزء ده عند التايم ده بالذات، فبتحسب من اول الاستادي تمام. طيب دي الكي بوينتس اللي انا ممكن اشخص بيها الامايلوزس مره ثانيه، هلاقي العيان هايبرتروفايد، الاتريا بتاعه دايليتد، هلاقي عنده بلور افيوجن، الاقي عنده بريكارديال افيوجن، هلاقي هايبر انهانسمنت وبيكون شكله باتشي، او ممكن يكون واخد سيركمفرنشال سب اندوكارديال ديستريبيوشن. لو حد جه وجاب لي التي اللي هي البوست كونتراست تي 1 اي ماب اويتد ايمجز وشفت اللوك لوكر، بس اي ثينك ان هم لازم تكون ليبلد عشان حد يكون عارفها، ما اقدرش اقول لك ان هي دي وشخصها كده لوحدك، يبقى دي دايجنوستيك بالنسبه لي. طيب يلا بينا، دي سهله دي. هايبرتو في الكارديو ماب احنا شايفين ايه؟ يعني قصدي مش، لا انا مش قصدي كده، انا قصدي قلبي هو انا جبت اللف وده الرايت ماشي اوكي. امنيه قالت لي ان هو لا ده انا قصدي على الار بي هنا، الار بي دايليتد وات سيمز ان هو في ديس كاينيتك سيجمنت واخده الفري وول بتاعت الرايت فنتركل، سسبكتنج ده ممكن يكون اربس تمام. اخوه يعني مش هنختلف عليه. جينا عملنا الليد جاديم انهانسمنت ايمجز بتاعته لقينا ايه؟ سكار كبيره جدا واخده الفري وول بتاعه الرايت فنتريكل، ومش هو وبس، دي واخده ايه كمان؟ واخده كمان واحده من ال في، واخده فين؟ هل هي واخده السب اندوكارديال؟ لا هي قريبه انها تكون سب ايبيكارديال او ميد وول، لو احنا متلخبطين فيها شويه ممكن نقول انها ميد وول، لكن هي سب ايبيكارديال سكارينج موجوده فيها. دي دايجنوستيك على ان البيشنت اللي عنده ارجل صح؟ غلط. البيشنت دي دايجنوستكس نقطه دايجنوستكس، عندنا تاسك فورس تمام، عندنا تاسك فورس لازم وي هاف تو ابلاي عشان نقول البيشنت ده عنده اي ار بي سي، والا يبقى ما البيشنت ما عملتش حاجه، عندنا ميجر وعندنا ماينور كرايتيريا لازم نطبقها ونشوفها. اتس نوت باي سكار، لقينا سكار في الار بي خلاص كده بقت ار، لا ما بقتش ار، لازم نطبق الكرايتيريا بتاعتها تمام، واحنا مش هنقول الكرايتيريا طبعا. طيب ايه اللي بعديه؟ تمام ماذا نرى ها هنا؟ الار في دايليتد لوحده ولا مع حاجه ثانيه؟ والال في كمان دايليتد، هما الاثنين شكلهم دايليتد والفانكشن بتاعتها سنوت جود، مش كونتراكتنج جود زي ما احنا كنا متوقعين يكون كونتراكشن احسن من كده. الاتريا بتاعنا دايليتد اه طبعا، هي مش بنيكت اي لكن هي ان كومباريزون للنورمال كونتراكتيفيتي اللي احنا بنشوفها، لا هي مش دي مش النورمال كونتراكتيفيتي، اتسيمت انها امبيرد
وانه دايليتد وان الار بي كمان دايليتد. يعني ده اللي اقدر اقولها من السيني ام ار اي كان انه اللونجيتودينال فانكشن سيستوليك فانكشنز امبيرد وتيمز ان هو دايليتد والبوست اتريا كمان دايليتد معايا. ال في والار في الاثنين مفيش مشكله. ال في ولا امبيرد انا بقول نورمال فانكشن احسن من كده. طيب دي الليت جاليوم انهانسمنت ايمج بتاعه العيان اللي فات شايفين فيها ايه؟ مفيش فايبروز. مفيش ولا في فين؟ فين؟ في الميد وول صح. ذس از ا ميد وول. بص علينا هنا كده شايفينها دي الاول ما تصور خشبيني خشبيني من البتاع دي الميد وول زي ما احنا شايفينها. هي برضو مش واخده ديستريبيوشن معين. احنا واخدين هنا في الانتروسيبتال واخدانا هنا في الانتيرو وول جزء هنا في الانفيرو فايتس اباتشي واخده ميد وول لاير. يبقى بيست على بريفيوس ايمج ان الفانكشنز امبيرد وشكله دايليتد والميد وول سكارينج او فايبروزس بروبلي هيكون دايليتد كارديوماسي او نون اسكيميك كارديوماسي. ان البيشنت ده نون اسكيميك كارديوماسي والار بي افكتد مش باين السكارينج هنا مش باين فيه سكارينج يعني هي مش باين فيه. لكن في اللي فات الار بي كانت امبيرد فانكشن باينه في السيني تمام. طيب سببه ايه؟ احنا بنقول نون اسكيميك. سببه ايه؟ ممكن اي سبب ليه لكن اللي اقدر اقول عليه ان الباترن اوف ذيس هايبر انهانسمنت از نون اسكيميك باترن. ده اللي اقدر اقوله هنا تمام. اوكي اللي بعديه حاجات لطيفه اهي. ده مفيش الاس دي كده ايوه هايبرتروفيك كارديومايوباثي وبس كده تمام. في سيستوليك انتيرو موشن واضحه عندنا هنا. شايف حاجه ثانيه؟ ما في حاجه على الناحيه دي هنقولها دلوقتي. اوكي دي هنا في حاجه ثانيه شايفها كده سسبكت ان هو ده يكون في اوبستراكشن. في فلو اكسلريشن. الفلو هو ماشي هنا نتيجه السام اللي انت قلت عليها سسبكتنج يكون في اوبستراكشن. فتعمل السيكونس اللي جنبيه ده اللي اسمه فينك. فينك اللي هو فلوستي انكودد سيكونس زيه زي الدوبلر. انا بشوف في الفلو اكسلريشن مكانه فين واقدر احسب كمان البيك اوبستراكشن واصل فين. انت لما تيجي تبص عليه هنا اهو ده نفس الفلو اللي انت شايفه. احنا واخدين ايريا اوف انترست بتاعتنا هنا عند الاوت فلو اوبستراكشن نفس المنظر اللي هنا هو اللي انت شايفه هنا كانه دوبلر فلو بيعدي. مش انت كانه في بلاد فلو عمال بيعدي في اكسلريشن فين عند مكان الاوت فلو اوبستراكشن. سسبكتنج البيشنت ده وهم والله انتوا بتهرجوا ده تهريج. ده القصه ده تهريج حاليا. دي الجمال الحلوه اقول تاني حاضر يا سلام. السام بسيط. دلوقتي عندنا لما بيحصل في الهوكم بيحصل ايه؟ الفنتوري افكت اللي احنا عارفين. السيستوليك الادي الميترال بيفتح يخبط عندك هنا اهو في السيبتم السيجمويد سيبتم اللي قدامك ده. هتلاقي الانتيرو ميترال ليفت بتاعته بتخبط لحد هنا. دي سيستوليك انتيرو موشن. الموشن بتاعتها دي بتعمل فلو اكسلريشن وتعمل اوبستراكشنز على الاوت فلو. لما لقيناه هنا قلنا طب نعمل له بينك علشان نشوف الفلو اوبستراكشن ماكسيمم موجوده فين. موجوده عند الجزء ده اللي هو عند الاوت فلو. فدي دايجنوستيك ان ده اوبستراكتيف تايب من هايبرتروفي كارديومايوباثي. طيب اللي بعديه تشيكاميلا دي جميل. اي ماي كارديال تاج برافو. واللي فوق بقى انا ليه اللي تحت اللي فوق اللي فوق ده ايه؟ ده شورت اكسس ستاكس على الليفت فنتريكل وثاني ام ار اي. قادرين نشوف ان هو في هايبرتروفي موجود في مايكارديا ولا مفيش؟ في هايبرتروفي. طيب عملنا ليت جادريم انهانسمنت الاخت الايمج اللي جنبيها بس دي بعد ما حققنا وصورنا متاخر. لقينا ايه اللي انتوا شايفينه؟ عند الار في انسرشن. الدكتوره بتقولي عند الار في انسرشن دي دايجنوستيك لمين؟ ووكم. عند الهنج بوينتس الاتاتشمنت بتاعت السيبتوم انا شايفه ان في هايبر انهانسمنت اهو. انا يعني هحاول ما انا والله بس الماوس هو اللي مش بيساعدني فبحاول اجيب اهو الجزء دي شايفينها اهي اهي اهي. دي اسمها هايبر انهانسمنت ات ذا هنج بوينت عند الانسرشن بوينتس بتاعت الار في دايجنوستيك فور هوك لما نشوفها تمام. المايكارد دي حاجه اسمها مايكارديال تاجنج. دي سيكونس ثانيه بيبتدي يعمل حاجه اسمها تاجنج لكل سيجمنت من المايكارديال. بيعملها ليه؟ عشان يشوف فيها سيجمنتال موشن يشوف فيها ديفورميشن يشوف فيها فوليوم لكل سيجمنت. بياخد 16 سيجمنت على شورت بيزر ميد ايبكس ويبتدي يعمل فوليوم ريندرنج ليها يعمل سترين يعمل بيها ديفورميشن زيها زي مين في الايجو سبيكل تاج اهو على طول. هو ده مايكارديال تاجنج بيشوفها بيه. فانا لو مش عارفه اشوف السيجمنت ده بالبول بالاي ممكن اشوف المايكارديال تاجنج. اتفضل. الار في فين؟ الار في اهو اهو شايف الجزء ده؟
ده الار في، ده الجزء بتاع الار في، وطبعا دي ايبكس احنا مش شايفين فيها خالص، يبقى دي البيزل ميد ايبكس، ده الار في وده الار في وده ال في، ودي الهنج بوينتس اللي فيها الهايبر انهانسمنت. الوول كلها فيها هايبر انهانسمنت ازاي؟ لا ابيض، احنا قلنا فليت جادرين انهانسمنت، هنلاقي الحته اللي فيها سكار بقت بطشه بيضه. شايف بطشه بيضه؟ مش شايف بطشه، مش شايفها في لا مش في الار في كلها، دي ده الكافيتي بتاعت الار في، دي مش الوول، this is ار في كافيتي، وعند الجزء ده اللي هو الار في ماسك في الليفت فنتريكل، هي دي الحتت البيضه اللي حصل فيها السكاري الفايبروزس، دي دايجنوستيك للهوكم. احنا قلناها في الاول يا اما تكون عند السبطه ميد وول، يا اما عند الهنج بوينت، لما اشوفها دي اسمها هنج بوينت، اللي هي الار في انسرشن اسمها كده، مسمينها عند الحتت اللي ماسك فيها الار في مع ال في اسمها هنج بوينت، لما الاقيها كده اقول دي دايجنوستيك للبيشنت ده الهايبرتروفي، ده نتيجه هايبرتروفي كارديومايوباثي. مفيش حاجه، هو ما جيناش جنبها في حاجه خالص، مش عارفه احساس خاطئ والله. واحده واحده، اول واحده هنا انا معاكم عبد الرحمن قلقان وهيهرب مننا بس هيقفل علينا القاعه. انا سامعه بسمع الدكتور وهسمعك والله، اتفضل يا دكتور. ايوه مش الدايره، لا يعني هنا بره، ايوه دي حوالينا، دي بره، انت شايف في وول سودا هنا صح، ثين كده شويه، دي الوول بتاعت الرايت فنتريكل، وبعدين كافيتي، وبعدين ال في وول، جوه ال في وول في بطشه بيضاء، دي اللي احنا بندور عليها، ابره في كومه قش اللي احنا شايفينها. تمام اتفضل يا دكتور. هايبر انهانسمنت او ليت جادرين انهانسمنت باترن، دي اللي هم الاثنين واحد. اتفضل. انا ما اعرفش، انا برضو السؤال ما اقدرش اجاوب عليه لان انا ما اعرفش التيستنج الانيشنز. لو اعرف هبقى اقول. في الازهر، في الازهر عندنا بيجيب لنا مثلا صوره ام ار اي وجنبيها مثلا اي سي جي فور اكزامبل، في اف ويف وجاب لك ليه جابير انهانس واخد الار في، دي هتبقى ايه؟ خلص يعني واحد عنده ايبسل ويف هنا ودي صوره مؤثره على الار في، يبقى ده غالبا ام ار اي بتاع بيشن عنده ليه جابير انهانس موجوده في الار في، فغالبا بروبابيلتي اقل. تمام، دي واحده منهم. ممكن لو جاب لك هايبرتروفي، هايبرتروفي بس ومش جايب مع اي حاجه ثانيه، السليفت فنتريكولار هايبرتروفي وديفرنشال ديزيز، والله انا ما اعرفش، قد يكون انفيرتد ديزيز، قد يكون نتيجه بريشر اوفر، نتيجه اي حاجه، لكن انا لازم اجيب حاجه دايجنوستيك معايا. لو جبت لك مثلا البيشنت ده بيجي له في تاك وجبت لك هايبر انهانسمنت في الاماكن دي، والله يا عيان ده بروبلي هيكون هوكم، هيكون ايه ثاني ممكن يدخل في ارينوجينيك فنتريكول، مفيش حاجه ثانيه غير كده بالنسبه لي عشان ما اعرفش. طيب يلا بينا. سهلة سهلة بقى، سهلة خالص يعني متكررة. ده نفس الكلام اللي هو ايه بقى؟ تمام، بيشنت عنده اسيمتريكال سيبتر هايبرتروفي، واضح جدا عندنا في السيبتر، واضح كمان في الانفيرير وول، وايه كمان؟ والليفت اتريوم دايليتد، السيستوليك انتيرو موشن جميلة جدا وواضحة. ايه تاني؟ الديت اسمها فلو اكسلريشن، لما نيجي نقول عليهم فلو اكسلريشن بريزنت ات ذا ليفل اوف ذا اوت فلو، عشان هنقول عليه في اوت فلو اوبستراكشنز موجوده معايا. تمام جدا. صعبه دي ولا سهله؟ اي سهله وحلوه ما فيهاش اي حاجه. صعبه. ده 3 تشيم، ده 3 تشيمبر فيو، ده ال في الاورطه وادي الليفت اتريوم بتاعه. تمام؟ ده احنا قلنا ال في من زمان بقى. ما نقدرش ايه؟ الليفت اتريوم دايليتد، اي فايندنج عايز تقولها موجوده ما فيش مشكله، قول اللي انت شايفه كله. طيب دي ايه؟ دي الايمج بتاعت نفس التشيمبرز اللي فاتت دي، بس بليت جادرينيوم انهانسمنت، شايفين فيها ايه؟ في باتشي صح؟ في عندنا باتشي وفي هايبر انهانسد اريا موجوده في نفس السيجمنت اللي احنا قلنا عليها، في السيبتم وفي الانفيريور وفي الانتير، في ال في السيبتم وفي الانفيريور وول، كل دي الاماكن اللي كان فيها هايبرتروفي بقت هايبر انهانسد، وكل دي اريا اوف فايبروزس، كل دي اريا اوف اريثميا، دي ممكن نتيجه وجود سكار، ودي الحاجات اللي ممكن الناس تبعت لك عليها، هو البيشنت ده عنده بوكر بس هل عنده اريا اوف فايبروزس او سكارنج، علشان ممكن اقول له هي طبعا مش من الكرايتيريا اللي انا بركب عليها اي سي دي، كانت زمان من ماينور كرايتيريا بس لسه ما قالوش عليه، لكن دي ممكن كول فول اريزميا، عشان كده بنسميه اريثموجينيك فنتريك، ده ممكن يحصل له اريزميا واشوفه فيه. ايوه الباتشز دي نقط، انت شايفها، شايف دي كده وشايف دي، ليه الجزء ده؟
الجزء ده من السيمتوم اللي انت شايفه، الجزء ده نورمال مايكارديوم، ده ده نفس البرايتنس بتاع ده، بس هو ده ده الفرق اللي ما بينه. في هايبر انهانسد ارياز هي موجوده فين؟ موجوده وزن ذا مايكارديوم، واخده باتش ديستريبيوشنز، وكان نفس الديستريبيوشنز بتاع الهايبرتروف انا كنت شايفاه قبل كده، موجود في السيمتوم وفي الانفروسيبتال والانفيرو. طيب هنا دي سهله خالص مفيش حاجه، بس انت سنتر الشغل ده بالك. في ال في اتش فين؟ فين؟ في ابيكال؟ في الابيكال فورت. It's about لو احنا نيجي نبص ده الفور تشامبر فيو صح؟ الابيكس بتاعتنا بلتريتد بالهايبرتروف مقفوله تقريبا، الابيكس مش شايفينها. لما جينا خدنا الشورت اكسس فيو بتاعنا شايفين دي بيزل ميد ابيكس اللي احنا شايفينه. شوف الفنتريكل هو بيقفل بيحصل كومبليت ابيكال اوبلوجينسيس ان ابيكال بوكا. تمام؟ لا ما بقاش كده، هتلاقي لحد الاخر ستيل في كافيتي موجود، مفيش عشان كده سموها ابيكال اوبليتريشن، بتقفل مقفوله خالص. واللي انت شايفه من الاول هنا اهو ده مش نورمال ابيكس، الابيكس بتاعتنا ما بتبقاش لحد هنا في مايكارديوم، المفروض يكون كده خالص. اوكي طيب يلا، ايه رايكم؟ ده ما فضلكم في حاجه غريبه شايفينها؟ السبتم. طيب ده تو تشامبر، ده تو تشامبر فيو وده شورت اكسس صح؟ يبقى دي انتيريور انفيريور، ذس از انفيريور. ايه اللي انتوا شايفينه في الانفيريور وول؟ ايه ده؟ ايه الزجزاج لاين اللي احنا بنقول كريبتس؟ ذس از انكريبتس نورمال. لا استني علي، دي اسمها مايكارديال كريبت. كريبتس يعني ايه؟ بيشنز بيبقى عنده كاري اميوتيشنز للهوكا لكن هو مش بيبان عليه ال في اتش، ما بيظهرش عنده ال في اتش. لما يجي تعمل له ام ار اي يبين الكريبتس دي، لما يبان الكريبتس سجستيف ان البيشنت ده كاري ذيس ميوتيشن، هي از نوت فينوتايب، مش هتظهر عليه الهايبرتروف، هو هيظهر عليه بس المايكارديال كريبتس. فدي واحده من الفاريشنز من البيشنت اللي ممكن يكون عندهم هوكا، هي ذا كارير في الهوكا. تمام؟ عشان لو شفتوها ما بتظهرش وبتظهرش في الشورت اكسس، بتظهر في هنا بس. من الشورت اكسس هتلاقي المايكارديوم بيبقى كله بيحصل كونتراكشن سيستم تايم، مش بيقدر يفرد لك السلايز دي كويس. زهقنا من اللي احنا ده، هنشوف واحده ثانيه حلوه اللي انت كنت لسه بتقولي عليها. دي ايه؟ دي باينه وجميله، دي نون كومباكشن. حضرتك قلت لي ليه عليها نون كومباكشن؟ قولي بقى، يعني قولي اوصف لي بقى اللي انت شايفه قدامك دلوقتي، شايف ايه؟ دي شورت اكسس تاكس تاني ام ار اي ايمجز اللي احنا شايفينه ده ايه؟ فروم ذا بيز ميد ايبكس، شايفين ان احنا في اريا من المايكارديوم فيها ترابيكوليشن، فيها كتير، في انكريس في الترابيكوليشن كده. ينفع ان انا اقولها كده بعنايه اصل هنا في ترابيكوليشن وخلاص؟ لا، لازم نحسب ريشيو من الكومباكتد للنون كومباكتد، النون كومباكتد للكومباكتد ريشيو لازم تكون اكتر من 2.3 الى 1 في الام ار اي، 2 ل 1 في الايكو. لما نيجي نقول الاريا دي بنحسبها في الايكو، في الانسستول بتبقى 2 ل 1، لكن في الام ار اي مزودينها شويه 2.3 ل 1. يعني بص يعني هم ايه ظبطوها كده. الجزء النون كومباكتد هوريهولك في الصوره اللي بعديها اللي هو الجزء ده، ده اسمه النون كومباكتد اللي هو فيه ترابيكوليشن، للكومباكتد اللي هو المايكارديوم اللي ما فيش ترابيكوليشن. تحسب المسافه ما بينهم او الريشيو ما بينهم تشوفها قد ايه. لا دي اريا، دي بتحسبها از اريا. تمام؟ ريشيو الاريا دي ان ريشن للاريا دي، لو اكتر منها يبقى ده نون كومباكشن، ما كانتش اكتر منها يبقى خلاص ده مش نون كومباكشن. الحاجه الثانيه لازم كمان الاريا النون كومباكت دي تاخد اكتر من 20% من التوتال بتاع ال في، عشان اقول فعلا في جزء بلق على بعضه مش شغال كويس اللي هو النون كومباكت بارت. وبيقولوا برضو في الليتريتشرز انه الدايليتد كارديوميوسيس ساعات بيكونوا اوفر استيميتد او اوفر دايجنوز از نون كومباكشن. ليه يا ترى العيانين الدايليتد كارديوميوباثي ممكن نشخصهم في بعض الاحيان از نون كومباكشن هم مش نون كومباكشن؟ عشان الثاني، عشان المايوكارديوم في العيانين الدايليتد كارديوميوباثي بيبقوا ثند مايوكارديوم جدا، فلما اجي ابص على الجزء اللي هو النون كومباكتد ليه افتكر ان هو عنده نون كومباكشن؟ لا، ده هو الكومباكتد ليه هي اللي حصل ديكريس في الستيفنس بتاعها اكتر. فدي يعني حاجه منه. الحاجه الثانيه انه دايما بيقول لك ان النون كومباكشن ما بيجيش حاجه لوحده، لازم يكون في كونجنتال انوماليز ثانيه موجوده معاه، تكون معاه ابشتاين، بايكاسبيد، كواركتيشن، في حاجه ثانيه انوماليز ثانيه موجوده دور عليه، لكن هو ما بيجيش نون كومباكشن كده لوحده. تمام؟ اوكي، ودي الكي بوينتس اللي انا كنت لسه بقول لكم عليه. حاجات بقى ميستلينيس، اخر ميستلينيس خالص.
ايه اللي احنا شايفينه ده الفور تشامبر فيو، وادي ليت جاليوم انهانسمنت ايمج بتاعته، وادي شورت اكسس فيو، ودي اون اسمها ريال تايم، ودي الليت جاليوم انهانسمنت ايمج بتاعته. شايفين ايه؟ ستيبتال باوند. برافو عليك. في حاجه اسمها ستيبتال باوند شايفينها؟ لما يبتدي هنلاقي لما يبتدي الار بي يملا يبتدي يزق هنا، يبتدي الال في يملا يبتدي يروح زق ستيبتم على الناحيه الثانيه. دي بنسميها فنتريكولار انتردبندنس، بتحصل في حالات كونستريكتيف. هل في حاجه من الكونستريكتيف متحققه عندنا هنا ولا لا؟ نشوف. والله الابيكارديوم مستوي البريكارديوم اللي موجود حوالين الهارت زي ما احنا شايفينه كده، كل الجزء ده دي الوول، وبعدين دي كل الجزء ده البريكارديوم بتاعنا الثيكند، دي حاجه منه. تمام. دي ما قلتش عليه افيوجن، لكن ده مش افيوجن اللي احنا هنتكلم عليه. هوريك الافيوجن او هيبقى الكالر بتاعه مختلف، الدنسيتي بتاعته عنه مش نفس الكالر، مش نفس السيكوند. يعني الانهانسمنت كل الحته اللي حوالين الهارت دي هي دي الكونستريكشن الثيكند بايكارديوم اللي موجود فيه. تمام. ده الخط الاسود اللي في النص ده، ده الار في وول. دي الجزء ده يعني ده البريكارديوم موجود معايا، لكن دي البريكارديوم النهايه بتاعتي هي. كل ده الثيكنج اللي موجود حواليه ده اوصاي في ابيكارديال فاتس، دي حاجه ثانيه برده ما لناش دعوه بيها، احنا بنتكلم على الجزء ده. نعم. والله برده هقول لك ان الدنسيتي بتاعت الافيوجن هتبقى مختلفه الكالر بتاعها عن كده، لكن اقدر اقول هنا في ثيكن بايكارديوم، وحتى ايفن لو كان في موجود افيوجن مفيش مشكله. هل البريكارديوم ده النورمال ثيكنس بتاعه ولا لا؟ زياده ولا مش زياده؟ ده زياده اكتر من 3 ملي، اتس ا ثيكن بريكارديوم. تمام. اوكي. ايه تاني موجود عندنا؟ البوث اتريا دايليتد. تمام كده. طيب لما نيجي نبص عليهم هنا اهو في الليت جادرين انهانسمنت، لقينا ايه؟ الجزء اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده اهو، كل ده هايبر انهانسد، في هايبر انهانسمنت موجوده حوالين الهارت. عايزين نقول ان الام ار اي نوت جولد ستاندر في الكونسبت بريكاردايس، عشان نشوف الكالسيفيكيشن ما بنشوفوش بالام ار اي، بنشوفه بي اس تي تي، فبالتالي انا اقدر اشوف بي باثولوجي. يعني اقول ايه؟ اقول ان الليفت فنتريكل بتاعي في سيبتال باونس موجود معايا، في ريستريكشن في الدايستوليك فانكشن بتاعه، ممكن اقول البوث اتريا بتاعته دايليتد، ممكن اقول معاه بلور بريكارديال افيوجن، اقول ثيكنينج، لكن ما اقدرش اقول عندي كالسيفيكيشن. اقول هايبر انهانسمنت ممكن، لكن ما اقدرش اقول في كالسيفيكيشن في البريكارديوم، لان ده مش الايميجنج عشان اشوف بيه كالسيفيكيشن. طيب نفس العيان ده في حاجه اسمها الريال تايم، ايه اللي احنا شايفينه تحت في الريال تايم؟ نفس اللي احنا كنا شايفينه فوق، شايفين السيبتال باونس موجود اهو، وادي البريكارديوم اللي حواليه موجود اهو ثيكند بريكارديوم. ولما عملنا الليت جاليريوم انهانسمنت كل الجزء ده حوالين الار في از هايبر انهانسد، والجزء اللي انت كنت بتقول عليه دكتور ده بريكارديال فات من بره، دي حاجه ثانيه. تمام. لان في لاين ما بينهم، ده البريكارديوم وبره البريكارديال فات. طيب نفكر فيها شويه، دي ممكن تكون ايه؟ اولا دي حاجه اسمها تي 1 ايمجز بنشوفها، ده بلاك بلاد اللي احنا شايفينه، ده الرايت اتريوم، رايت فنتريكل، ليفت اتريوم، ليفت فنتريكل، ودي المفروض تكون ستيني بس هي مش ستيني للاسف. احنا شايفين هنا ايه؟ حتى هو عمال بيشاور لنا على حاجات، هنا في حاجه جوه مين؟ رايت اتريوم، جوه الرايت اتريوم في ماس موجوده هنا، واضح كده ان هاملة انفيجن للوول، واخده كمان جزء من الاي في جروف، والايدج بتاعتها شكلها الريجولار كده مش ويل ديفاين زي ما احنا متصورين. وادي البريكارديوم عندنا، البريكارديوم برده في انكريس في الثيكنس بتاعه، وتسيمز ان هنا في افيوجن، وفي عندنا ماس ثانيه موجوده هنا. لما جينا بصينا عليها هنا في السيني ايمجز لقينا عباره عن اسمها لو انتنستي سيجنال هايبو دنس اريا موجوده جوه الرايت اتريوم، ومن الشكل بتاعها كده هي كمان زي ما تكون عامله ديستراكشن للوول بتاعت الرايت اتريوم، داخله عليها وخارجه كمان لبره الرايت اتريوم. بصينا هنا لقينا حاجه هنا سيست او نوديول، تيمز ان دي من النيتشر اللي احنا بنقولها دي سامالجنسي، سامالجنت تيومر ديستراكتنج الوول اوف ذا رايت اتريوم، معاها بريكارديال ديفيوجن، وكمان في ماسز موجوده جوه البريكارديوم. فالحاجات دي كلها تقول لي اتس انيوبلاستيك، مش معقول دي تكون حاجه بناين ال ديفايند وعامله ديستراكشن للوول ومعاها بريكارديال ديفيوجن وفي ميتاستاسيس موجوده او في سيست ثانيه موجوده وفي بلورال ديفيوجن برده موجود معاها. فالميتاستاتيك ماس موجوده في الرايت اتريوم كانت انجيوساركوم. من واقع هذه الايمج انا مش هقدر اقول الكلام ده كله، انا هقول في هايبو انتنس اريا بريزنت ان ذا رايت اتريوم، ات سيمز انها انفيدنج الوول اوف ذا رايت اتريوم، وفي انذر سيست او نوديول بريزنت ان ذا بريكارديوم وبريكارديال ديفيوجن. بس ذيس از انترا كارديك ماس فور ديفرنشال دايجنوز.
عاوز تقول بابا بلينيو بلاستيك علشان كذا 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 اوكي مش عايز خلاص انت قلت انت انترا كارديو ميس. اول صوره اسمها تي وان ويتد ايمج سبليت بلاك بلاد. دي بلاك بلاد ايمج اللي هي بناخدها بنشوف فيها الاستراكشر او بنشوف فيها الاناتومي تقدر تعمل جود ديلينيشن للاستراكشر اللي قدام. طيب شايفين ايه هنا؟ في مس. في مس فين؟ بره فين؟ ايوه صح في مس بره. بره فين قولي لي؟ في البريكارديوم. صح في البريكارديوم مس. انا شايفه حاجه بره البرد اهو ده شورت اكسس فيو تمام وبرده دي تي وان ويتد ايمج بتاعتنا. طيب هل انت شايف ان هي عامله انفيجن للرول مفيش سيباريشن بينهم ولا في لاين اوف سيباريشن بينهم؟ ما هو انت هتقول حاجه تثبتها في هل دي ويل ديفايند ماس وسموث سيرفيس كده ولا ال ديفايند والريجولار ومش قادرين نعمل ديليشن ما بينها وما بين السراوندنج. لا شايفين يبقى خلاص اتس اماس واضح جدا ان هي موجوده في البريكارديوم. لما جينا جت اتحقنت بالكونتراست في عندنا حاجه اسمها تيتو ويتد ايمجز والليل جادانيم انهانسمنت ات بيكام هاي انتنسيتي يعني السيجنالز بتاعتها زادت اكتر فده بيانديكيت ان هي ات كونتينز فلويد ان دي عباره عن سيستم مليانه فلويد. ذس از بريكارديال سيست فيري كومن ان احنا ممكن ايه از ا فايندينج. هو الاثر دي مش سني لكن دي بتثبت نفس الحكايه ان دي عباره عن ماس موجوده في البريكارديوم وذ ان سموث بوردرز كانت ايزوتنس او هايبوتنس سيجنالز موجوده في التي 1 ميتد ايمجز بيكام هايبر انهانسد زادت اكتر مع الليل جادانيوم انهانسمنت ودي الشكل بتاعها بروبابلي از ا بريكارديال سيست. اورت كسنوز برافو عليك يا دكتور. تمام ليه قلت اورت كسنوز؟ اولا احنا هنبص هنا في الثري تشامبر فيو قال لي ايه انا شايف هنا اهو ان الاورطه واضح ان الفلو اللي بيبقى ماشي فيه شكله اكسنتريك والاكسكيرشن بتاع الاورطه مش بيفتح كويس قوي. وبعدين بصيت عليه هنا في الثري تشامبر فيو الثاني ده لقيت هو عباره عن هو الكرونال ساجيتال فيو سوري كرونال ثري تشامبر فيو لقيت ان الاورطه ما بيفتحش كويس في ليميتد اكسكيرشنز برده موجوده فيه. وتاني حاجه ان انا في عندي هايبرتروفي موجود في الليفت فنتريكل. بعدين لقيت في حاجه اسمها فيلوسيتي تايم كيرف مرسوم كده فلو زي اخد دوبلر كده بالظبط هياخد كات سيكشنز على الاورطه وعلى الانيونس بتاعته ويشوف البيك فيلوسيتي بتاعته موجوده فين. وصلت البيك فيلوسيتي ل 4.5 تقريبا تمام البيك فيلوسيتي بتاعت الدوبلر فلو 4.5 ذيس از سيفير اورتيك سنوس اللي انا هقدر اقول عليه سيني ام ار ايمجز على 3 تشامبر فيو ليميتد اكسكيرشنز اوف دي او اوبننج اوف دي اورتيك فالف وذ ليفت فنتريكولار هايبرتروفي الفلوسي تايم كيرف دينوتنج بيك فلوسي اب تو 4.7 او 5 سنتيمتر متر بير سكند دينوتنج هاي جريد اوبستراكشنز او ستينوزس از ليفل اوف الاورتيك فالف. ليه اورتيك فالف؟ لان انا واخده الاريا اوف انترست بتاعتي فين؟ على الاورتا. هو انا واخده الفلو ده فين؟ واخده على الاورتا فده فالف الاورتيك بنحتاج اتنين يتقطعوا على بعض. دي حاجات سهله بقى دي حاجات زي الايكو اخت الايكو بالظبط. دي مايتر ستينوزس تمام انت ليه ماسك في الاورتك؟ معلش تمام ده اورتك ستينوزس مايتر ستينوزس مش اورتك. وقلنا في مايتر ستينوزس في ترايكاسبيد ريجيرش هشوفه سام ديجري تمام في مايكرو وفي اورتيك ريجيرش مظبوط تمام بقى يعني بدانا ناخد على شكل اللي ده بقى لعبتنا فوكس توك ابييرنس بتاعه المايترال فالف ليفت اتريم بتاعنا دايليتد ماس في الليفت اتريم فين الماس؟ البيشنت ده عنده مايتر ستينوزس صح؟ فالفلو فيه هيكون فيه الفلو في بعض الاستجنيشنز موجوده فيه مش هتلاقي الفلو نورمال. لا مفيش ماس في الليفت اتريم. في افيوجن هو في انكريس في الابيكارديال فات هنا شويه عنده لكن برضه لازم ايه هنقيس يعني مش واضح بس هنا انكريس للامانه البريكارديال تكنس عنده انكريس شويه. علشان انا كل ما انا بس بشوف الاكسكيرشن انا ما جبتلكش عليه فيلوسيتي انكودنج يعني ما جبتلكش فلو او فيز مابنج عليه عشان اشوف انا اقدر اقوله للمايترال فالف ما بيفتحش كويس وشكل هوك ستيك ابييرنس ده دينوتنج مايترال سنوز. هو بقى الجريد بتاعته ايه ولا فيش ولا قد ايه انا ما اعرفش. ماله
بنشوف الريجيرج ازاي. طيب هوريك حاله عليها الريجيرج. في في ايه؟ في اورتيك ريجيرج. اه بس انا هوريك انذر وان في وذ اورتيك وذ مايتر ريجيرج اند اورتيك ريجيرج. بص بص كده، بص على الام جي واحد واثنين، بص عليه. ايه رايك؟ واحد شايف فيه ايه؟ واحد شايف فيه ايه؟ ده 3 chamber. 3 اورتا ليفت ليفت فينتريكل ليفت اتريوم صح؟ ها شايف فيه ايه؟ فين الريجيرج؟ ايوه انت شايفه؟ طيب الفلو بيعدي بيفتح يعدي كده وبعدين يروح راجع هنا تاني، بيرجع تاني في الال في تسنى اورتيك ريجيرج. تمام؟ طب هنا شايف ايه؟ تمام الرايت سايد كله دايليتد ورايت اتريوم مارك دي دايليت زي ما احنا شايفينه، وفي سيفير تراكاسبيت وفي سيفير تراكاسبيت ريجوركيشنز موجوده فيه. شفت شكل الريجيرج واضح زي زي الدبل كانك بتشوف بالظبط، بس ده مور اكل كمان يعني حتى اي ميمن هتبان فيه. ايه رايكم في هذا الامر؟ ده اسمه الكاندي سكان ساجيتال فيو. كاندي سكان ساجيتال فيو، كاندي سكان حاجه كبيره كده محترمه بتاخد الاورطه من اوله لحد اخره، من اول الاستندنج الار الديستندنج اور. تمام دي تي 1 ويتد ايمجز ودي الثاني ودي الفور تشامبر. الدكتور بيقول لي انا شايف دايسكشن من اول فين؟ من اول الديستندنج اورطه وطالع وصل لحد فين؟ لحد فوق فين؟ لحد السبكليفيان يعني واصل لحد الارش ولا كمل كمان في الاستندنج؟ مش في الاستندنج ستايل تايب بي دايسكشن. تمام شايفين تو ليومن، شايفين عندنا هنا في تو ليومن، ادي الفورس وادي ترو ليومن، مش قادرين نشوفهم هنا كويس، شوفها في السني ام ار اي ايمجز واضحه جدا. ده الفولس ليومن بتاعنا وادي الترو ليومن، بلاد ماشي اهو في الترو وادي الفولس ليومن سباوت تو بي ثرومبوز، شكله بدا يكون في ثرومبوز موجوده فيه. طيب هنا قولي تاني معلش بس سامعاك. ايوه اللي هو اللون اسود كده، لان هو ما فيش فلو بيعدي فيه سفولس ليومن صح؟ ما فيش حاجه بتعدي فيه وبقى ثرومبوز. ده ده هنا اللي هو ايه ده بره، ده بره خالص، ده الجزء بتاع الاورطه بتاعنا اهو، هو ده هو ده ده الفولس ليومن بتاعنا اهو. ما هو احنا لاحظ ان هو بيكون سيركمفرنشال، في جزء منه هنا وفي جزء منه الناحيه دي، اه يعني كل الجزء ده كمان، ما هو ده معايا يعني اقول لك ده الجزء اهو ده ثرومبوز والجزء ده كمان وفي النص ده الايه الترو ليومن بتاعنا. تمام لما نيجي نشوف الكات سيكشنز بتاعتنا هنا عند الديستندنج اورطه في الفور تشامبر، شايف الديستندنج اورطه ده الترو ليومن بتاعه هو. تمام الجزء ده هو الفولس ليومن وفي ثرومبوس كمان موجوده حواليه، فده الفولس ليومن وفي ثرومبوس بدات تقفل. طيب نخش بعد كده على الماسز، انا مش هتكلم عن الحاجات ازاي بنشوفها، المهم ايه نبص على الاشكال بتاعتها. يلا في ماس موجوده في في الليفت اتريا. تمام تمام دي اسمها تي 1 ايمجز ودي 2 تي ايمجز وبعدين دي الايرلي ودي الليت جادولين انهانسمنت ودي بنسميها الفيرست باس فيرست باس برفيوجن. ليه بيعملوا الحاجات السيكونس دي كلها؟ لان كل كاردياك ماس ليها سيجنال انتنستي مختلفه في كل سيكونس فيها. هرجع لكم بس السلايد دي واحده بس، دي الام ار اي تيشو كاركترايزيشن للكاردياك ماس، كل حاجه من دول ليها سيجنال انتنستي مختلفه، تي 1 وتي 2 والليت والايرلي جادوليوم انهانسمنت، اللوكيشن بتاعه كل حاجه من دي. هل احنا هنحفظ الحاجات دي؟ احنا ما بنحفظهاش، كل اللي بيحصل ولا حد هيحفظها. كل اللي هيحصل ان احنا هنبص على السيكونس بتاعت الماس دي موجوده في كل حاجه بتدي سيجنال انتنستي شكلها عامل ازاي، ابص على الجدول ده ماشي على اي فيهم هقول دي موست بروبلي تكون كذا، ودايما هقول ايه موست بروبلي، ليه؟ لان انا مش هيستوباثولوجي، انا خدتش عينه وحللت التشو وعرفت دي ايه، فاقول موست بروبلي هتكون كذا. فلو رجعنا مثلا بصينا هنا قلنا في ماس موجوده فين؟ في الليفت اتريوم. تمام اللي هي دي شايفينها كده، ما عملنا تي 1 ويتد ايمجز اللي هي بالشكل ده لقيتها ايه؟ ايزوتنس. يعني ايه ايزوتنس؟ يعني لونها قريب من لون الميوكارديوم بتاعنا شويه، مش غامقه ولا فاتحه قوي. طيب لما عملنا تي 2 ويتد ايمجز لقيناها بقت هايبر، بقت هايبر انهانسد، انكريس في السيجنال انتنستي بتاعتها اكتر. لما حققنا الصبغه بتاعتنا هي الايرلي جادولين انهانسمنت لقيناها لو دنستي او لو انتنستي سيجنالز، ونفس الحكايه بالنسبه لهنا.
دي بنسميها الفيرست باس، يعني احنا بنعمل وبنصور على طول عشان نشوف الفاسكولاريتي هي هتاخد الكونتراست دي ولا مش هتاخد. لو خدته كتير يبقى فيها فاسكولاريتي، ما خدتهوش او مينيمال يبقى دي ما فيهاش مشكله. اولا من الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي ان هي ايزوتنس وانها هايبو انتنس ارياز موجوده في الليد جاليونيم انهانسمنت وفي الاير وفي الليد ومينيمال ابديت مع الكونتراست في الفيرست باس، كل دي بتسجست ان هي مكزومه، قد تكون مكزومه. الاديشن للوكيشن المكان بتاعها، ايه الماس اللي موجوده هنا في الليفت اتريم واتاتش الانتر اتريا سيبتم بالشكل ده والسيركمسكرايب بالشكل ده، غالبا هتبقى ليفت اتريال مكسوم. برضه هرجع اقول مره ثانيه وي هاف تو ميك ا ديفرنشال دايجنوستس فور مي. انا قابلت حاله وكان عيان عنده ماس على الكوردي وعندنا الكوردي ممكن تكون ايه فايبرولاستوماتي ممكن تكون ايه، مهم يعني خلاص هنبعته ام ار اي قال لنا دي مكسوم كويس. خلاص يعني هنضطر طبعا نشيلها، وكانت عامله افكشن على الفنترال فالف وكان في ماتر جراتيشن وستيموز، فلازم البيشنت هيتعمل سيرجري. لما جالنا الهيستوباثولوجي طلعت ايه؟ طلعت جاست كالسيفيكيشن على الفنترال فالف وماسكه في الكوردي وعامله افكشن على الهيمودينامكس بتاعت الميترال فالف. فعشان كده بقول لحد دلوقتي ما نقدرش نحلف ونقول ان هي ممكن تكون كذا، بس من الشكل بتاعها بالسيجنالز دي بروست بروبلي انها تكون ميكزوم. اللي بعد عشان انهيار عصبي، بس غير انهيار عصبي لا ولا حاجه خالص. تمام طيب هنعمل ديسكريبشن ليه ديسكرايب تمام. موجوده وين تو فايند ميس وذ ريجولار بوردر، موجوده في الرايت اتريا اتاتش للروف. تمام ده اسمه الفيرست باس اللي احنا قلنا بنحقن وبنصور ونشوف البرفيوم هتاخد حاجه والكونتراست ولا مش هتاخد، خدت حاجه ما خدتش حاجه كويس. اللي بعديه دي عباره عن التي 1 ويتد ايمجز والتي 2 والايرلي والليت كويس. مع التي 1 ويتد ايمجز اخبارها ايه بالنسبه للمايكارديا؟ هي الانتنسيتي بتاعته شبه المايكارديا ولا اقل منه ولا اكتر؟ شبهه، بنسميها ايزوتنس، شبهه شويه. تمام طيب مع التي 2 ويتد ايمجز اخبارها ايه؟ زادت شويه الانتنسيتي بتاعتها بقت اعلى شويه يعني فور سم ديجري. طيب بالنسبه للايرلي والليت جادريم انهانسمنت شكلها ايه؟ low intensity signal. This is called for thrombus. غالبا العيان ده عنده thrombus في right atrium. الهيستوري بتاعه كان عيان عنده osteosarcoma بياخد كيموثيرابي وحصل له thrombus في الانفيرو فينا كافو اكستند منه الى ال right atrium. تمام؟ ال This is for the myocardium. دي حاجه ثانيه. احنا بنتكلم عن مايكارديوم بياخد ابتيك ازاي. طب لو مش في المايكارديوم على حسب التيشو ونشوف بقى بيحصل في فاسكولاريتي ولا في بلاد بيوصلهم ولا مفيش بلاد. والله لو في بلاد يبقى هياخد كونتراست، ما بيوصلوش حاجه يبقى مش هياخد. تمام ده ايه؟ تمام برافو عليك. احنا في عندنا الرايت سايد بتاعنا دايليتد وفي عندنا ديفكت موجود هنا في الانتر اتريال سيبتم في اي اس دي، وغالبا دي مكانها سكندم تايب في الميد انتر اتريال سيبتم. تمام هل الام ار اي مفيد في حالات البري بروسيجر امبلانتيشنز؟ قبل السي ار تي وقبل الاي سي دي ممكن احتاج ان انا اعمل ام ار اي لعده اسباب كتير احنا مش هندخل برضو فيها، بس هنبص على بعض الحاجات. دي حاجه منهم اسمها التيشو سينكرونايزيشن اندكس، لان زي ما احنا قلنا كده المايكارديال تاجنج ده اخوه بالظبط. اقسمها الى 16 سيجمنت واشوف كل سيجمنت منهم بتوصل للبيك فوليوم بتاعها قد ايه، واشوف السترين واشوف الديفورميشن واشوف الثيكنينج اند سو اون، وابتدي اعمل ستاندرد ديفيجن ليهم. وكل ما يزيد ستاندرد ديفيجن معناه ان السيجمنت دي بقت ديسينكرونس، بقى عنده ديسينكروني. كل ما يكون عنده ديسينكروني اقول ان الريسبونس بتاعه للسي ار تي هيبقى احسن لانه في ديسينكروني موجود از ميكانيكال. اوكي طيب مش مهم عايزين تشوف الالوان نشوف الالوان، بس دي مش مهمه خالص. يعني الام ار اي ممكن نعمل حاجه اسمها هايبريد تكنيكس، بحيث ان انا بشوف الليت جاليوم انهانسمنت اللي احنا شايفينه ده، يعني الاريا دي كلها سكار عنده. تمام طيب وانا بركب السي ار تي انا عايز ابعد عن الاريا اللي فيها سكار، والا البيشنت هيبقى مش ريسبوندر للسي ار تي. هيستفيد ايه من ايه لو انا حطيت له الليت على حته فيها سكار؟ فاحنا بنعمل تكنيك بحيث ان احنا هنعمل سوبر امبوزيشنز للتو ايمجز مع بعض، صوره السكار وان توب عليها الفينوغرافي، كان احنا بنعمل بنحقن الكرونري فينز وان توب ريليشن اوف سكار معاه، بحيث ان انا هشوف التريبيوتري دي واصل للسكار ولا بعيد عنها، واختار احسن تريبيوتري انا عايز احط فيه او افهم سكار، يبقى انا اقول جيت بيتر ريسبونس في عين السي ار تي. يعني تكنيك ما حدش بيتعب. يلا شويه كويز بقى ثانيه هتحلوها انتوا.
جامتو بتحلو من الصبح حلو جدا والله. يعني احنا بنحل من الصبح نحل تاني. في اورت بيجر ثانية واحدة. This is short axis view. تمام. Stops من base mid apex وبعدين apical full chamber أو مسمين full chamber two chamber three chamber. دي كلها late gadolinium enhancement. تمام. مفيش عندنا first pass in hall. في طيب انت بصيت على هنا على طول فانت عملت correlation. شوفت برضو الناس نصحة ولا حد عيب نفسي في الثاني وابص ما اشوف هي الانهانسمنت فين هتبص على السيجمنت هتبقى وسطها برضو التفكير حلو يعني. ماشي تمام. يبقى هو قال لي والله انا شايف ان الليفت فنتريكل هنا في جزء بتاعت الانفيريور والانفروسيبتر والانفرولاترال كل الوول دي مش بتتحرك كويس وشكل ال ال في دايليتد وشكل السيجمنت وشكل الفانكشن بتاعته امبير. وبعدين بص هنا تقريبا برضو مش كده بصيت على الشامبرز دي فقلت لي والله ده في برضو سيجمنتال موشن واضح عندنا في الانفيريور وول هايبوكاينيتك شويه واضحه فيه. وبعدين طيب بتبص على الليد جاليوم انهانس متلاقينا فيه هايبر انهانسد اريال وترانس ميورال واخده كل الوول بتاعه الانفيريور انفرولاترال والانفروسيبتال. تمام. دي از تري تري اوف بروبابلي ار سي اي. تمام. دي از ترانس ميورال سكارينج ات ار سي اي تري تري. تمام. شايفه الشكل بتاع الدنسيتي او مختلفه بتاعت الافيوجن عن بيكون في تكنيك في البريكارديوم. وبعدين ثاني حاجه بيكون في موشن ستيل بيكون في سوينجينج موشنز موجوده في المايكارديوم لكن في حالات الكونستريكشن هتلاقي ليها زي ما يكون ريجيد شيل حاجه وقافله على الفنتريكس ما بتتحركش هو فيكس في مكانه اللي بيتحرك السيبتم. تمام. فده بيفرق ما بينهم وبعض في الكونستريكشن. تمام. في فيوجن عامل ايه الافيوجن ده عامل دايستوريك كولابس. برافو عليه. يبقى في ده كاردياك تامبونات على الار دي وعلى الار اي على ماتش الاف دي انا بكم طيب يعني احنا برضو لو احنا مختلفين بنعمل حاجه اسمها ريال تايم وهنشوفها ساعتها في الشورت اكسس هو فعلا بيحصل له ولا بيحصلوش. For me, it's a right ventricular right atrial diastolic collapse. موجود فيه. This is a cardiac tamponading. ومعاه. Pleural effusion. تمام. دي. Left ventricular lateral wall. بس ثواني بس عشان يتحرك عشان اعرف اشوف مش عايز يتحرك ليه. ده. لا مش سامعك يا دكتور معلش. ده ايوه ده ما هو ده البريكارديال افيوجن ودي الابيكارديال فات من بره ما بينهم This is the pericardium. في بريكارديال افيوجن موجود وده الابيكارديوم نفسه ودي الابيكارديال فات الجزء ده يعني معلش ممكن يعني انا بتتحرك اشوفها عشان اقدر اعمل ديفينيشن ليها كويس. ليه يا توتو كده كنت بتتحرك والله بحرك مش زعلانه منك الجزء ده يعني من هنا من الوول الحقيقه انا مش nothing yes nothing of no important يعني خالص بس مش عارف انا مش هقدر اقول لك ايه بس مفيش. طيب هنا شايفين مايتر ريجرج شايف يا دكتور مايتر ريجرج قدر تعمل دانيشن ليه وتشوفه كويس ولا مش شايفه وفين المايتر ريجرج اللي هي الجزء دي دي في ارتيفاكس موجوده في الانتر اتريا سيبتم يعني في حاجه اسمها ارتيفاكس موجوده زي الكريستا ترمينالس موجوده هنا في الرايت اتريا الجزء ده من الانتر اتريا سيبتم بيكون فيه زي ديفكت وارتيفاكت موجود كل الام ار اي عارفينه مفيش مشكله فيه يعني ده مش سمثينج رونج في الانتر اتريا سيبتم. تمام. يبقى احنا عايزين نعمل كومنت احنا كده ما قلناش حاجه. تمام. يبقى احنا دايليتد والليفت اتريوم دايليتد السيستوليك فانكشن بتاعتنا شكلها ايبيرد. تمام. وقلنا في مايتر ريجرج وفي ترايكاسب ريجرج كمان. طيب لو قلت لك ان ده الكونتراست او ليت جاليوم انهانسمنت بتاعه تقول لي ده ايه؟ مفيش فايبروز. تمام. ذير از نو مايكارديال فايبروز. هو ده بروبابلي نون اسكيميك كارديال فايبروز. المره دي بقى مفيش فايبروز مش كل مره بقى تقول لنا كده يعني معلش عشان دايليتد والفانكشنز بتاعتنا تليمز جلوبال لونجيتودنال فانكشنز سيمز ان هي امبيرد هو واحد فين جاست اشتغل ليه بس احنا قلنا عشان كده انها دايليتد وبالباترن اللي هو فيش هايبر انهانسمنت حصل نون اسكيميك كارديومايوباثي
فين؟ بره. ده كل دي مش احنا دي الوول بره، يبقى ده اسمه بيكارتر فات بره بتاعي. تمام، هي اللي فاهمه على طول يا محمد بالظبط. زي ما الدكتوره كانت بتقول لي الفرق ما بينهم، شوفي الفرق ما بينهم. هنا اللي هنلاقي المايوكارديوم بتاعي ريستريكتد، زي ما كنا قلنا في حاجه عامله شيل حواليه موقفه الهارت. لكن في بيريكارديال فيوجن لا، هتلاقي الكونتراكتيفيتي بتاعه الفنتركلز فري بتتحرك جوه الساك، ما فيش اي مشكله خالص. فده برضو انذر تايم از ان كونستريكشن كونستريكتيف بيريكارديتس موجوده فيه. وما اقدرش اقول ان في كالسيفيكيشن، هقول ده كونستريكتيف باثولوجي، عنده ريستريكشن دايليتد بوث اتريا، عنده ثيكنينج موجود في البريكارديوم، بات نو كالسيفيكيشن كود بي ديلينيتد. دي تي 1 ويتد ايمجز بتاعتها، ودي الليت جاديوم انهانسمنت. هو جاي هنا عشان يقول لك ايه؟ يقول لك في مره ممكن يحصل هايبر انهانسمنت في البريكارديوم، ومر ممكن ما يحصلوش هايبر انهانسمنت. يعني ممكن ياخد ساعات الكونتراست وساعات ما ياخدش كونتراست اكوردنج للستيج. لو جاي متاخر شويه هيبقى خلاص بدا يحصل فيه سكارينج موجود، لو جاي بدري يبقى هيبقى فيه كونستريكشن كونستريكتيف باثولوجي، بينما البريكارديوم دي ستيل نو سكارينج موجود فيه. فهنا ما فيش سكارينج موجود في البريكارديوم، بس في كونستريكشن، في ثيكنينج في المايوكارديوم، في البريكارديوم نفسه. ما فيش هايبر انهانسمنت، تبقى بيضاء بقى. ما هي سودا، هي هنا سودا صح، انت قصدك كده مظبوط، هي هنا سودا مظبوط. نقف عليها عشان بس ما نتلخبطش تاني. واحد واثنين سهلين برضه. فين؟ ايوه فين؟ هي دي بتعمل كده. ايوه فين؟ هنا فين؟ ليه لا دي ميد كافيتي، ذيس از ميد كافيتي اوبستراكشن. يعني ده ما اعرفش ايه اللي حصل لها انهارت خلاص. تمام، فدي موجوده في الميد كافيتي. هوكم وهنا التيبيكال بتاعنا بتاعه الهوكم، هايبرتر في الكارديومايوباثي وسيستوليك انتيرو موشنز، وفي شويه فلو اكسلريشن موجوده على الاوت فلو. تمام، دي كلها كويزات بقى ايه حلوين شاطرين فيها. ها ايه رايكم ده من فضلكم؟ وجايبه معاها اكس راي عشان بس دي انيوريزم، دي انيوريزم. اخر كلام؟ يعني واضحه جدا صح؟ خالص. دي مش انيوريزم ولا حاجه. اما نيجي نبص كده هنشوف ايه؟ ده اسمه الـ T1 weighted images، T1 weighted images axial view. تمام؟ ايه اللي احنا شايفينه؟ ادي البريكارديوم وجاي عند جزء هنا وفي ديفكت، ذيس ا بارتشال ديفكت في البريكارديوم، عمل هرنيشن للايبكس بتاعه الـ LV. طب واحنا جبنا الصوره دي ليه؟ عشان اوري حضرتك الايبكس بتاعه العيان شيفتد اب اند لاترال، طلع في فوق وثبتنا ليه مفيش بريكارديوم موجود حواليه. شفناه هنا اهو في السي في السي ام ار، كل ده البريكارديوم اهو موجود حوالين الهارت، وجه عند الجزء ده وبقى فيه ديفكت. الديفكت ده عمل هيرنيشن لجزء من الايبكس بتاعتنا، بقت خرجت بره. ذيس ا بارتشال ديفكت في البريكارديوم. ده تمام كويس خالص. لما انت حضرتك هتقولي ماس، يبقى ده هتبقى اللي انت لازم يكون فيه بريكارديوم كونتينيوتي، لازم يكون فيه بريكارديوم موجود اول اراوند هنا، حتى لو كان خرج لبره زي مثلا الانيوريزم. تمام ماشي انا معاك، بس انا بقول لك علشان انا اقول ان دي في ماسز وعمل ديستراكشن ليها، او اتليست عملت انفيجن للبريكارديوم، ستيل لازم اشوف بريكارديوم، لازم يكون في بريكارديوم عامل انكلوزنج لكل الهارت، حتى لو كان خده وخرج بيه لبره، خرج بيها الماس، لازم تكون عامله انفيجن ليه. اوكي، هل احنا شايفين هنا بالنسبه لنا هنا الجزء ده اللي احنا شايفينه ده، ده شكله دي ماس، كل دي تكون ماس خرجت من الليفت فنتريكل؟ مش معقول، هو الليفت فنتريكل اصلا فين؟ هو ده اصلا كله الليفت فنتريكل، لان انت لو مش شايف بقيه الليفت فنتريكل نتيجه الهرنيشن اللي خرج منه. وعشان كده انا بقول لك طب تنظر كلو انا جايبها لك معايا، عشان انت لو فكرت هذا التفكير قلت لك طب ادي الشيست اكس راي اهي بتاعته، بتقول لك ادي ال في كله او دي الكاردياك شابو، شايف اي حاجه فيها؟ لا، كل اللي انا شايفاه ان الايبكس ليفتد اب اند سوبيريور او لاترال اند سوبيريور، بينما الايبكس بتاعتنا وكل الكاردياك سلويت كله هوموجينس، ما فيهوش اي حاجه ثانيه شايفها، يبقى بنفكر ان يكون في ديفكت موجود في البريكارديوم. اتفضل. كونجنتال بقى يعني ممكن يكون موجود بيه، اي مشكله بارتشال ديفكت حصل فيه، او ممكن كومبليت ابسنت للبريكارديوم ساعات موجود، مفيش اي مشكله. ايه رايكم؟ تمام. ايه تاني مع الريجر؟ فين ده اسمه 3 تشامبر فيو، دي الوول اسمها ايه؟
دي 3 تشامبر فيو والله دي بسمع انفرولاترال وول او انفرولاترال وول عشان احنا قلنا هنسمي تسميه شويه مختلفه موجوده فين البيزل والميد وشويه يعني الايبكس مش مكمل نيرلي ديس كاينيتيك تمام تمام مظبوط احنا سنيرلي ديس كاينيتيك او اكاينيتيك سيجمنتس ونتيجه التيزرنج ان البوستيرو مايترال ليفل استيزرت موجوده بالديسكانيز او السكارنج اللي موجود احس ما شفناش سكار بس شايفين في ديسكانيز اللي موجوده وفي مايترال ريجورز سيجنيفيكانت جرين موجوده فيها حلوه كل الحته دي هتبقى لونها تمام لونها ابيض احنا كده اتفقنا على الالوان الحمد لله تمام لو اسمها الدكتور ده بيجاوب اجابات ما حصلتش وعنده فيش عنده ايه؟ لا عنده بيرفوريشن ليه بس؟ طيب اللي حصل دلوقتي احنا شايفين الليفت فنتريكل وهنشوف فيه زي ما يكون في ديستينكتنس كونتراكتيفيتي مش بيتحرك الكونتراكتيفيتي بتاعتها اول توجذر زي النورمال ليه؟ عشان الليفت بندل بتاع الار في بيسنج فهو عايز يقول لك ده الديستينكتنس مايوكارديوم ديو تو ذا بريسنس اوف ار في بيسنج لين طب هو الليد ده ينفع كنا نصور معاه ام ار اي؟ لانه مهم اه كومباتبل ليد اكيد احنا ما دخلناهوش والعيان مش كومباتبل معاه عشان يلزق في الجهاز ونصوت كل لا طبعا اكيد اللي ده كومباتبل مع الام ار اي عشان كده دخلناه يتصور بيه تمام عشان ما حدش يقول احنا ما بندخلش لا بندخل لما يكون كومباتبل معاه وبيتعمل سيكونس معين قبل ما بيدخل ان هو بيتعمل حاجه اسمها في او او على طول اللي هو يبقى الماجنت ريز ان هو يشتغل على طول بيسنج ما يحسش اي حاجه تاني عشان طبعا حواليه الكتروماجنتيك فيلز ممكن يبتدي يقف لو العيان ديبندنت عليه كانه فيدنج افكت اه تمام هو ده كل الجزء اللي انت شايفاه ده هو ده الار بي طيب ايه تاني انا نسيت لاحظ ان ده عباره عن ليد جوه كافيتي فالفلو بلاد هيبقى ديستربت حواليه فانت هتشوف انتنسيتي مختلفه صح غير لما يكون بلاد ما فيهوش حاجه موجوده في النص فده نتيجه الفلو اراوند الليد طيب ده ايه رايكم فيه مش مهم البتاعه الملونه دي سيبكم منها سيبكم منها خالص حلو الايبكس بتاعته از اكاينيتيك هنا وسبيرنج الايه البيز انا قلت التشخيص ده كنت سوبر صح ذس از رايت ذا بيشنت البيش دي عيان عندها 55 سنه جايب ستيكي في سيفير شست بين عملها تروبين طلع عالي عمل كروني انجو طلع نورمال قوم بعتوها ام ار اي عملوا لنا بايه بالعقل زي ما احنا بنعمل الايه الانتر اتريال سيبتم ده الانتر اتريال فوق الجزء ده ده نفس اللي انا قلت لك عليه في الاول خالص ده بيبقى ارتيفاكس موجود في الانتر اتريال سيستم بيتشاف معظم حالات الام ار اي هتشوفها هنا دي ما فيهاش مشكله خالص احنا قلنا في البيز بتاعتي نورمال بينما الميد والابيكال بارت زي ما احنا شايفين في سيفير هايبوكينيزيا في ابتونها تكون اكينيزي تمام اما جت عملت ده الليت جادريم انهانسمنت بتاعت العينه دي شايفين في ايه there is no myocardial scarring at all no hyper enhancement denoting ده ما فيش فايبروز ده فرق ما بين المايكوزايتس ده فرق ما بينها بين المايكوزايتس بس لا مايكوزايتس لا دي اسمها تي 1 ويتد ايمجز لانها بيكون معاها برضه تيشو اديما بس دي هتبقى يعني مختلفه عنها بيبقى الارقام بتاعه التي 1 مابنج بتبقى اعلى شويه في المايكوزايتس يعني دي حاجه ثانيه انا اتفق الام في تي 2 مابنج وفي تي 1 مابنج لو احنا واخدين سيكونس طويله شويه يعني ممكن دي تتعمل بيها بس بيتحسب حسابات معينه ليها فاحنا مش عايزين ندخل في التفاصيل بتاعته التيشو القديمه دي مالناش دعوه بيها بس تي 2 ماب ويتد ايمجز بتشوف برضو بيها الميكارديال ايه رايكم في هذا الامر؟ بصوا عشان بس فاضل لنا واحده كمان وخلاص هوريبول هوريبول ما مش ولا انا والله انا قعدت برضو بص على وليدي دي يا رب ليفت اتريم از دايليتد ماشي ايه تاني؟ في حاجه بينهم مايترال ستينوزس ذيس از مايترال اوكي استقبل ما هو ده مش كونجنتال عشان بس عارفين ده مش كونجنتال ما تبصوش في الكونجنتال خالص ده فور تشيمبر فيو عادي خالص ادي الليفت فنتريكل ليفت اتريم رايت اتريم رايت فنتريكل حلو ده ايه؟ ايه الحاجه اللي موجوده في المايترال فالف بروستاتيك مايترال مش كده انت قلتي كده ذيس از ا بروستاتيك مايترال فالف ده بروسيسس عيان مركب مايترال فالف بروسيسس
مارك دي انلارجد بوست اتري حاجه محترمه قد كده ما حصلتش. طيب ايه تاني هنا عشان ده 3 تشامبر فيو؟ هنا في ايه الابندج بتاعتها؟ المفروض ان هي لا هو عامل كلوجر ولا نو نو طيب هنا في 3 تشامبر فيو شايفين ايه تاني؟ وعنده اورتك كمان. تمام ادي الاورت اهو شايفينه، وادي المايترال مايترال مايترال، وفي حتى سنترال كده مايترال ريجركتيشنز برده موجوده معايا. العيان ده قصته ان هو كان مارفن وكان معاه سيجنيفيكانت جريد من الاورتك ومايترال ريجركتيشن، والاورتك روت بتاعه كان دايليتد حاجه محترمه، فعملوا ريبليسمنت اثنين وشالوا كمان جزء من الاورتك روت عملوا ريبليسمنت. اخر سلايد قبل الاخير الصوره اللي قبليها. اوكي ذيس از فور ذا ليفت اتريوم ليفت فينتريكل اورتا و ذا ار في. احنا ده الانتيريور بتاعنا وده البوستيريور صح؟ ورا خالص زي ما انت بتقول كده، ده مين؟ ليفت اتريوم صح؟ كونكتد مين؟ ليفت فينتريكل، خارج على مين؟ على اورتا. تمام؟ شايفين ايه؟ تو بروثيسز موجودين ومحطوطين مكانهم اسمهم ويل سيتد بروثيسز. طيب هنا مش شايفه كويس والله يعني، بس ماشي عشان خاطر كمشيها مش مهم. شايفين ايه؟ شايفين حاجه ولا مش شايفين حاجه؟ والله شايفين السيجمنت بتاعك ده فيه جزء كده مش بيتحرك كويس قوي. تمام ايه تاني بالنسبه للانفيرور؟ هنا فيها حاجه مش كويسه يعني، سيمز برضو فيه سيجمنتس كده مش مريح، تحس ان فيها سيجمنتال موشن بس مش قادر تحط ايدك عليها كويس. فدي overall systolic functions it seems انها preserved لكن في عندنا segmental motion. طيب لو قلت ان ده الليد جالين enhancement images بتاعتها تقول لي دي ايه؟ ماشي ادي في جزء اهو وادي جزء اهو وعندنا androceptal anterior وادي inferior wall، ولما جينا في two chamber واخدين ايه؟ ده transmural اهي وباتشي. دي اقدر اقول عليها ايه؟ It's for differential diagnosis. انا ما اقدرش اقول عليها دي حاجه تشخيص معين، بس ان infiltrative cardiomyopathy قد يكون non ischemic، ممكن يكون sarcoidosis، ممكن يكون amyloidosis، ممكن تكون اي حاجات من دي. لما انا اعرف ان العيان عنده extra cardiac manifestation سواء كان amylo او sarcoidosis يبقى ساعتها اقول ده different diagnosis بتاعه. تمام؟ لكن كل اللي اقدر اقوله ده عباره عن patches hyper enhancement في transmural time. كده في واحده كمان، انا اسفه والله طلعت واحده، في واحده في الاخر. احنا بقينا اساتذة والله خلاص. ايه اللي حصل؟ ده التو تشامبر فيو. الايبكس بتاعتنا اخبارها ايه؟ فيها بلجنج. بس انت بتقدر تقول بلجنج لحاجة ستاتيك؟ دي ما بتتحركش. لا اقدر اقول عليها انها فيها سكارنج، انها فيها ديفيشنس في الميكارديوم وهكذا. انا بس بتكلم على الجزء بتاعت الايبكس هنا اخبارها ايه؟ هايبوكاينيتك او اكاينيتك. الايبكس بتاعتها ما بتتحركش كويس، وات سيمز ان هي في زي ما يكون في اوفرلاينج هايبوتنس ارياز او سوري ماس موجوده اون توب عليه. طب اكاينيتك سيجمنت وان توب في حاجه فيلينج ديفكت موجود هنا، ده هيكون ايه؟ هنبص معلش هنبص على اللي بعديه الايرلي والليت. تمام الايرلي انجادرينال انهانسمنت اللي احنا شايفينها، المايوكارديوم بتاعنا زي ما احنا شايفينه كده، وادي الايه الماس اللي احنا شايفينها اللي هو اللو انتنستي اريا، نفس اللو انتنستي اريا موجوده، والاوفرلاينج مايوكارديوم في الاريا دي في الليت جادرينيوم از ترانسميورالي هايبر انهانسد. ذيس ا سكار ان ذا تريتري اوف ذا ال اي دي وسوبر امبوزد عليه في ثرومبس موجوده فيها. تمام وشكرا. قول والله لازم تسال سؤالك، ابدا مزعلك ابدا. قول يا دكتور في الموفينج مش واضحة، علشان كده دي بتبقى فورد ممكن يكون ايبيكال هوكا صح؟ طب هعرفها منين؟ لما ابتدي اشوف الليد جادرينيوم انهانسمنت ليه، لو انا بقيت اشوف السكار كلها متاخده ونطب ومعاها الماس دي يبقى ده خلاص هوكا صح؟ يعني ايه الحاجه اللي خارجه في الماس دي في المكان دي؟ لكن لما هلاقي ده في ترانسميورا ودي عامله لي فين؟ يعني حاجه